زي احيانا عنده ارتجاع، ممكن نعمل له حاجه تحل له المشكله دي. في الفتحة الطبيعية وتلت في الفتحة الصناعية، وسميت ثنائي التقسيم. الأستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم، أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير والأورام، كلية طب جامعة عين شمس، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير، كلية الطب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم التصدي لواحد من أكبر الأوبئة في العالم. تقولي يعني الكورونا، ماشي، ما الكورونا واحد من أخطر الأوبئة، لكن أنا في رأيي إن في وباء أخطر منه أو يساوي في الخطورة، بس الفرق إن الكورونا كلنا متصورين وده حقيقة إنه بيضعف وهيختفي، ده واقع، لكن الوباء اللي بكلمكم عنه ده ما بيضعفش ومن الصعب انه يختفي، موجود، هو وباء السمنة. والحقيقة هو وباء مش السمنة بس، السمنة وعايزكم تنتبهوا جدا انه كتير مننا بنتكلم على السمنة على انه السمنة ونسكت نقف. ارجوك ما توقفش وحط كلمة وتوقع بعديها كثير من النقاط. السمنة والسكر، السمنة والضغط، السمنة والسكر والضغط، السمنة والسكر والضغط وانزلاق الغضروف، السمنة والسكر والضغط وانزلاق الغضروف ومشاكل الركبتين والاكتئاب، كل ده والشكل اللي مش مبسوط منه والضعف في الأداء الزوجي أو عدم القدرة على إنجاب عند الست، السمنة النص التاني بقى. طب نتصدى لهذه السمنة العنيفة بإيه؟ بجراحة. الجراحة وإيه؟ والأحدث فيها وآخر التعديلات الموجودة حواليها
واخر التطور التكنولوجي اللي كل يوم بيبهرنا وبيخلي العمليه اكثر سيف امن واكثر فعاليه. فاحنا النهارده هنتكلم على السمنه و وهنتكلم على الجراحه و لانه مش بس الجراحه، ما هو الناس كلها عارفه دلوقتي التكميم وتحويل المسار، لكن في ناس كتير ما تعرفش ان في تطوير كبير حصل في الاثنين دول. النهارده حوار ممتع جدا في واحده من حلقاتنا المهمه جدا حول هذا الوباء اللي هيستمر، اللي لا يقل خطوره عن غيره، اللي بيقتل برضه، اللي بيعيق برضه، العائلي برضه، والمعدي على فكره. انتوا بتقولي السمنه معديه؟ اه طبعا معديه. هنسمع النهارده حوار ممتع جدا مع ضيفي العزيز المبدع في حواره دائما اللي الحياه بيمتعني في حوار اكسترا اوردينري مع القمه العلميه الجراحيه المتميزه الاستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم، استاذ جراحات السمنه والسكر واستاذ المناظير بكليه الطب جامعه عين شمس، استاذ بقسم جراحات السمنه والسكر بكليه الطب جامعه عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنه الافسو وعضو الجمعيه الامريكيه لجراحات السمنه، الاسم المتميز القدير. اهلا بيك دكتور ياسر. أهلا دكتور. هل اصبت فيما قلته انا؟ لا والله، ده انا المقدمه بتاعتك كانت جميله. و سمنه و جراحه و سمنه و و و وعلى فكره النهارده جاي لك فعلا، دي حقيقه اقسم بالله، بسلامات كتير قوي من المرضى كانوا عندي في العياده امبارح. الحقيقه بقيت يعني بغبطك، مش اقول بحسدك، بغبطك على حب الناس ليك، ربنا يحفظك. يعني كتير قوي من المرضى طبعا. لا بجد، لا بالصدفه امبارح في العياده كان كل العيانين سمنة على الدكتور ايمن. بس انت من يومك كنت رقم واحد في حب الطلبه وحب دكاتره الامتياز. فانا يعني لسه بقول لهم ان الدكتور ايمن هو يعني من اكثر البرامج احتراما الحيلة، انك انت راجل دكتور وعارف بتقول ايه، وبستمتع بالقعده معاك، بتبقى قعده علميه مش مجرد كلام بنقوله. ف انا سعيد بالقعده مع حضرتك. تشكريني يا سعاده الدكتور. بص يا فندم، انت سمنه واه والجراحه يعني كلمه واه هي مهمه يعني. بالظبط كده. احنا وقلنا الكلام ده قبل كده، كنا مع في برنامج حضرتك المحترم، قلنا ان السمنه مرتبط بيها على الاقل 52 مرض، يمكن حضرتك مسيت اهمهم شيوعا واهمهم شكوى للناس منهم، زي ما حضرتك قلت متلازمه الايض اللي هي السمنه مع السكر مع الضغط مع زياده في دهون الدم وجهاز التنفس. بص حضرتك نعمل ايه؟ كل اجزاء الجسم امسكها واحد واحد، اللي هو الرئه، الكبد، الكلى، العين، المناخير، الشم، الصدر، الرجل، الاوعيه الدمويه، الشرايين، الاورده. مفيش عضو واحد ما بيعانيش في جسم الانسان من السمنه، وعشان كده هي متلازمه. احنا بنقولها تقدما تشمل 52 مرض، لكن هي مفيش خليه واحده في الجسم ما بتعانيش. يكفي ان اقول لك بس لو اي عيان عنده سمنه وعملت له حاجه اسمها سرعه ترسيب، هتلاقي عنده سرعه الترسيب عاليه، يعني هو جسمه في حاله التهاب مزمن. تخيل جسمه ملتهب، مخه ملتهب، رئته ملتهبه، رئته ملتهبه، كلوته ملتهبه، كبده ملتهب، حاجه كده ربنا يحفظنا. وزي ما حضرتك قلت ان ده وباء بيتزايد عكس الكورونا اللي رعبت الناس في الفتره اللي فاتت، وربنا يحفظنا. دلوقتي خلاص الحمد لله الكورونا بدات يعني تقل. هو برضه انا عايز اقول حته على الكورونا برغم انها مش تخصصي، لكن النهارده هو الفيروس قدرته على الانتشار عليت جدا جدا في الفتره الاخيره، وده مخوف الناس. لا لكن الحاجه الجميله بقى ان قدره الفيروس على احداث مرض صعب جدا قلت. هو الفيروس بينتقل من شخص لشخص لشخص، بيضعف، عامل زي اللي بيمشي مشوار. يعني ايه؟ انت بتبقى عافف اول كيلو، بتجري مثلا كيلو، بعدين في الكيلو الثاني قال مثلا هتجري 20 كيلو. فلما اجي ابص لصحتك عند الكيلو الاولاني غير الكيلو الخامس غير الكيلو العاشر. هو العالم كله مع الكلمه دي معروفه فيه، ان الكورونا في فتره ما غير الكورونا دلوقتي. انا شبهتها عشان تشبيه صحيح 100%. بيجري ماراثون، هيجري 20 كيلو على خط النهايه. ان شاء الله يروح في كيلو 18 او 19، فبدا ينهج. عارف بيجي واحد الفيروس بيجري، بدا ينهج خلاص، هو منهك. هو بيجري بقاله مثلا 20 كيلو، ففي الكيلو الاول كان عافي جدا، في الكيلو الثاني اقل، لغايه دلوقتي على كيلو خلاص هو دلوقتي بينهج جدا. فاهم قصدي؟ لكن ده ما ليس معناه برضه احنا نتهاون. وزي ما احنا قلنا على فكره، احنا قلنا للناس يا جماعه سيبكم من كل التعقيدات العلميه اللي قلناها لكم دي، هم ثلاث حاجات بس، نبعد عن بعض وانت بتكلم متر او مترين، بعد كده نلبس ماسك، ومش عايزين يعملوا جوانتيات ولا بتاع، تغسل ايديك بس بالصابون لمده نص دقيقه
بس اغسل ايديك كل شويه والبس الماسك ونبعد عن بعض شويه، بس مش عايزين اكتر من كده. ونعالج الامراض اللي ممكن تاثر على المناعه اللي منها السمنه. بالظبط. على فكره لاحظوا انه كتير من الحالات اللي اصيبت يعني وتعرضت لمشاكل من الكره كانت بتعاني من سمنه. بالظبط كده. كتير من طبعا السمنه والسكر هما توأم شرير بيساعد الكورونا، هي الكورونا بيخش في حرب بينك وبين مناعتك وبينه. لو انت مناعتك واطيه هو اللي يغلبك، مناعتك عاليه هتغلبه. فالسمنه والسكر من الحاجات اللي بتضعف مناعتك، فاصبح الفيروس له اليد العليا عليك. هي دي القصه. طب النهارده نقدر نقول بقى ان هذا الوباء اللي هو بيتزايد اللي هو السمنه، وعلى فكره لو جبنا بس عدد، مش عايز اخش في تفاصيل كتير، عدد الوفيات من الكورونا من ساعه ما جت لغايه النهارده، احسب في نفس الوقت عدد الوفيات من السكر والسمنه ومضاعفاتها. درجه كان في دكتور صديقي استاذ بطنه قريب بيتكلم بيقول على فكره اللي بيتوفى في مصر كل يوم كام واحد من الضغط بس. من الضغط. لو جبنا كل يوم كام بواحد بيموتوا مرض الضغط ومشاكله اكتر بيموتوا من كورونا في مصر يوميا. يعني بيقول مثلا على الاقل كل يوم 300 الى 500 فرد بيتوفوا من الضغط. الضغط واحد من 250 بس. من الهايبرتنشن من الضغط. الكورونا لك النهارده وفيات كورونا 90. موافق 90. الضغط موت على فكره 500 النهارده. عجبتني قوي الحته. الضغط بيموت بذبحه صدريه، بيموت بالسريبرال هيموريج، بنزيف المخ. بالظبط. قال لك كل يوم بيموت 500 فرد من الضغط كمرض واحد. بيموت 90 من الكورونا، 80، 100، يبقى انت خمس الضغط والكورونا هيجي له. اذا معنى كده ان احنا لازم نهتم بالامراض الاخرى زي السمنه والضغط والسكر مثل اهتمامنا بالكوره في الوقت الحالي. بالظبط كده. وعشان كده بنقول يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى ادانا علاج قاطع ونهائي وشافي وبات لعلاج السمنه، الا وهي عمليات السمنه. وزي ما حضرتك تفضلت في المقدمه، عايزين النهارده نتكلم ببساطه عن التطورات في عمليات السمنه. يعني لو جينا مثلا مسكناهم عمليه زي عمليه تكميم المعده. تكميم المعده زي ما قلنا هي المعيار الاشهر للسمنه. هي فكره العمليه ببساطه احنا بنعملها طبعا بالمنظار، ولو شفنا صورتها هي ببساطه بنخش البطن بالمنظار، بنستأصل جزء كبير من المعده 70 ل 80%، ممكن 85 70 75، حسب الكميه اللي حسب وزن العيان. كل ما كان وزنه اكبر كل ما بشيل اكتر، وزنه اقل بشيل اقل. بعد كده لو بصينا في الصوره اللي بعدها هتلاقي احنا بنشيل 80% من المعده. نكمل الصوره اللي بعدها. نكمل. بص بقى ادي الدباسه الجراحيه اللي دخلت دي، شلنا حوالي 80% من المعده. لو كملنا الصوره اللي بعدها، ايوه نثبت على الصوره دي، شلنا 80% من المعده بقى 20% من المعده. لو بصينا هنا دي بتفيدني في ايه بقى يا دكتور ايمن؟ بتفيدني في 3 حاجات. بتقلل هرمون الجوع جدا جدا اللي هو الجريلين هرمون. العيان بياكل كميه اكل صغيره بيحس بالشبع بسهوله جدا جدا جدا. هذه العمليه هي اشهر عمليه في السمنه، وهي تناسب قطاع كبير من الناس، الناس اللي عندهم سمنه، بشرط ما يكونش شارح في اكل السكريات. اهم شرط لها ما يكونش شارح في اكل السكريات وما عندوش ارتجاع في المريء. هذه العمليه تناسب الناس اللي عندهم سمنه ايا كان وزنهم. الحته اللي انا عايز اضيفها النهارده، كتير من المرضى دلوقتي يقول لي مش عايز اعمل تكميم عشان بيرجعوا يتخانوا تاني. لا خالص، ده كلام مردود عليه. التكميم عمليه تقعد معاك طول العمر بشرطين اتنين. دايما بقول للعيان تديني وعدين قبل ما اعمل لك تكميم، ان اكل سكريات بصوره معتدله، رقم اتنين اول ما احس بالشبع اوقف، لان انا لو اكلت سكريات كتير هتتزحلق من المعده ممكن العمليه توسع. الحاجة التانية كمان لو اتكلمنا على ان انا الغ الاكل، احشر الاكل، اضغط نفسي زي اللي بيضغط بطة، انا حسيت بالشبع اوقف. في ناس عندها اسمها منتال ايتينج اللي هي التفاصيل العقلية، بعد ما انا شبعت احشر الاكل فتوسع المعدة مع الوقت. طيب اذا التكميم بنحافظ عليها بالاتنين دول. طب فرضا العين قال لي يا دكتور ياسر دي بقى التعديلات الجديدة، حضرتك انا مش ضامن ان راجل عندي شراهة عقلية، عندي عشق عقلي للاكل، ممكن نعمل له حاجه اسمها التكميم المعدل. ده دي اسمها التكميم. ايه التكميم المعدل؟ هي عمليه التكميم العادي جدا اللي بنعملها، وبعدين بنجيب زي حلقه من السيليكون، حلقه بلاستيكيه ببساطه، بنحط الحلقه وهنشوف الصوره بتاعتها دلوقتي، بنحط الحلقه دي حوالين اعلى 6 سم من المعده، فبتبقى قافله على المعده من فوق بحيث العين لو كل ازيد
ما توسعش المعده معاه فيما بعد. دي اسمها التكميم المعدل. ولو شفنا الصوره بتاعتها هتلاقي صوره جميله قوي، عباره عن حلقه بتركب بالظبط في خلال بتركب في خلال دقيقه في اوضه العمليات، بتزود وقت العمليه لمده دقيقه. دي اسمها التكميم الرنج المعدل. دي يعني مش الرنج اللي هي رنج هي رنج بس تختلف تماما عن الرنج اللي هي بتاع زمان. لا الحزام بتاع زمان ده كان بيركب على المعده زي ما هي لا، لكن دي بتركب على المعده بعد ما عملنا لها تكميم، تبقى قافله على المعده بحيث يعني لو كل زياده الجزء اللي تحتها ما يوسعش مع الوقت وتتمدد. دي اسمها التكميم المعدل. دي اسمها التكميم المعدل. لكن يعيش بيها عادي ويضمن له ان الجراحه او المعده ما تتمددش فيما بعد. بس هي بديل لو هو مش هيقدر يحافظ. يعني انا دايما اقول ايه اللي هي الحلقه اللي انت شايفها فوق دي اللي هي قافله فوق دي، دايما اقول للمرضى الاوقع انك انت اللي تحافظ على العمليه، تديني الوعدين. لو ما اديتنيش الوعدين ممكن احط لك الحلقه دي. فالحلقه دي بتساعد ان المعده ما توسعش فيما بعد. طيب برضو الناس بيسالوني طب ايه التكميم الدقيق دلوقتي؟ التكميم الدقيق ده ليس تجديد في عمليه التكميم، ولكن احنا بنعمل عمليه بالمنظار يا دكتور ايمن. طبعا بطلنا الفتح بتاع زمان، فبنعمل 3 فتحات وساعات 4. الفتحه بتبقى من 0.5 سم إلى 1 سم. فعملنا دلوقتي اختراع جديد قوي ان بقت الالات اللي بتخش جوه البطن 2 لـ3 ملي. احنا رفعنا الالات، بدل ما الاله مثلا تبقى قطرها 1 سم ممكن تبقى الاله قطرها حوالي 2 لـ3 ملي، فتبقى الفتحات دقيقه جدا قد انبوبه القلم. عارف انبوبه القلم كده بالظبط. دي اسمها التكميم الدقيق. الدقيق اي اننا نجري العمليه من خلال فتحات دقيقه، كل ده عشان يزود المنظر الجميل. وفي حاجه اسمها كمان البيكيني. البيكيني دي فكرتها ايه؟ الحز بتاع معيول البيكيني بيبقى تحت كده في البطن من تحت، فاحنا ممكن نعمل فتحاتنا في البطن من تحت في الحز اللي تحت مكان القيصريه، بحيث تبقى الفتحات كلها متداريه في مكان البيكيني. ممكن نعمل العمليه كلها من خلال فتحه واحده في السره، سنجل بورد فتحه واحده في السره. بس دي ليها شروط ومهارات معينه طبعا، يعني كله. بس على فكره يعني مثلا السنجل بورد هتفيد في الفتحه بس، لكن نفس العمليه بتتعمل هي العمليه واحده في كله. الدقيق يعني بنصغر الفتحات، البيكيني هي فتحات بتبقى تحت، السنجل بورد او الفتحه الواحده فتحه واحده في السرعه. كلها استخدام تكنولوجيا اكتر، استخدام تكنولوجيا عشان خاطر نقدر ايه يعني بيسموها بيشنت ساتسفاكشن، ارضاء المرضى. دي اول عمليه. طب هنفترض ان احنا عايزين نعمل العيان بياكل سكريات او هو عنده تفاصع عقليه ويقول لي طب دكتور ياسر انا تعبيرات والله بتاعتك تفاصع عقليه هو دي تعبير دقيق جدا، لان هو مش عنده تفاصع حقيقيه. أيوة. يعني هو مش يعني هو بقى عقليا عايز يتحدى العمليه. ايوه الله عليك الله عليك. هو حاسس بالشبع بس عنده تفاصع عقلي. يعني منتال ايتنج في الطب بيسموها اللي هي تفاصع عقلي. طب انا عندي تفاصع عقليه يا دكتور ياسر، اقول له طب خلاص اعمل لك تكميم معدل. انا بديك المناقشات اللي بيني وبين المرضى في العياده، يقول لي ايه بس الحلقه السيليكون دي جسم غريب جوه جسم. اقول له يعني بص، هو السيليكون لا يتفاعل معاه الجسد، بدليل ان احنا بنعمل حشوه سيليكون للسيدات في الثدي لما يكون عايزه مثلا تعمل تكبير للثدي. بنحط حشوات سيليكون، ما بتعملش اورام، ما بتعملش اي حاجه، وكومبليتلي سيف. في عيان انا بحترم العيان ده جسمه وعر، يقول لي بس انا مش عايز احط حاجه غريبه جوه جسمه. اقول له دي مش غريبه ولا يتفاعل مع الجسم، يقول لي يا دكتور هودني ارجوك. اقول له خلاص تعالى بقى نعمل لك ثنائي التقسيم. هي ايه ثنائي التقسيم بقى يا دكتور ايمن؟ ثنائي التقسيم، وفي كمان ثنائي التقسيم المعدل. ثنائي التقسيم هي اسمها تكميم مع تحويل مسار ثنائي التقسيم، ودي برضو او الساسو او الناس يسموها الساسي او ثنائي التقسيم. هي فكرتها ايه؟ ان هي بتعطي التكميم عمر اطول. بمعنى ايه؟ هو احنا احنا عملنا تكميم عادي زي اللي فاتت، وبعدين بنجيب الامعاء على بعد 2 متر من بدايتها ونروح موصلها في المعدة زي ما حضرتك شايف بالمنظر ده. فبيجي الأكل بينزل المعدة بينقسم إلى جزئين، يمينا في المسار الطبيعي بتاع ربنا وده 15% من الأكل، و85% بينزل يسارا على الأربعة متر الأخرانيين من الانتستين أو من الأمعاء يعني. طب دي بتعمل إيه؟ دي بتعمل 4 حاجات: بتقلل هرمون الجوع،
بتقلل كميه الاكل. هنا بقى الجديد بتقلل امتصاص السكريات والدهون 75%. حتى لو كلت سكريات، السكريات انا ببعدها عن اول 2 متر، ان ثبت لدينا ان اول 2 متر بيمتصوا 75% من السكريات، فانا برمي معظم الاكل على اخر 4 متر، فحتى لو كانت سكريات ما يتخنش. او يعني طب الحاجه الثانيه، ان الاكل ما بينزل بسرعه من المعده على الامعاء بيستحثها انها تطلع مجموعه هرمونات اسمها الانكريتنز، بتطلع تنشط البنكرياس وتشتغل كانها انسولين. هنا يستفيد منها مريض السمنه ومريض السكر، ولو عنده ارتجاع يقل. ليه؟ لان انا موصل المعده على الامعاء فالضغط جواها واطي. برضو نسبه التسريب اقل. هو التسريب اصلا حكايه ان الدبابيس تفك اللي بنعمل بيها المعده ويحصل منها تسريب، دي بقت حاجه قليله جدا، عشان بنستخدم دباسات امريكيه حديثه ثلاثيه 99.5% بتقفل المعده بثلاث صفوف دبابيس. فالمعده بتتقفل ثلاث مرات، كان قافل كم الجاكيته بثلاث صفوف خياطه، فلو فك واحد وراه الثاني فك الثاني وراه الثالث. الحاجه الجميله هنا بقى ان الضغط جوه المعده واطي جدا، فحتى نسبه حدوث تسريب اقل. العظمه اللي هنا برضو كمان يا دكتور ايمن، ان محتفظ بالوضع التشريحي الرباني. حضرتك عارف الاي ار سي بي بقى والحاجات بتاعتكم، يعني ايه؟ يعني المعده موجوده قدامي، اقدر اخش بالمنظار، اخش الاثنى عشر، واخش الامعاء، واوصل القناه المراريه، ما غيرناش في خلق ربنا. لو عايز اعمل منظار ارتجاعي للمريء لل اعمل اللي انت عايزه، الجول بلادر اللي هو الاندوسكوبك ريتروجريد، اقدر اعمله يا فندم. الوضع التشريحي كما خلقه المولى تبارك وتعالى، اعمل ليه؟ خش بالمنظار، خش الاثنى عشر، خش الامعاء، خش عند القناه المراريه، تعمل اللي انت عايزه، فاحتفظنا بالوضع التشريحي الرباني للعيان. الحاجه الجميله اللي انا عايز اقولها بقى، انت بتقولي النهارده عنوان الحلقه اللي حضرتك اخترحته التعديلات الحديثه، الجراحه هنا بقى العمليه. احنا كان عندنا مشكله كبيره يا دكتور ايمن، بنقول ان العيان عشان يعمل عمليه سمنه سواء تكميم او تحويل مسار او ثنائي التقسيم عايز يبقى عنده 20 او 30 كيلو زياده فوق وزنه الطبيعي. طب عنده مثلا 7-8 كيلو 5 كيلو، فبتقول العيان والله ما ينفعلكش العمليه. الكلام الجديد العالمي النهارده اللي حصل، ان الحمد لله العلماء اشتغلوا على الحته دي، وبقى النهارده العيان عنده 5 أو 7 أو 8 كيلو، وده بقى الجراح الفنان، نقدر نعمل عمليه ثنائيه التقسيم المعدل. ليه هنعمل ايه؟ هي العمليه عباره عن ايه؟ استئصال جزء من المعده وتوصيل المعده على بعد 2 متر. اقدر انا اعمل المعدل. ايه المعدل فيه؟ ان اقدر لعيان عنده سكر من النوع الثاني عنده 5 أو 6 أو 7 أو 8 كيلو زياده ومش عايز يخس كتير، اقدر اوسع المعده من فوق، والوصله بدل ما تبقى 2 متر ممكن تبقى 170، ممكن تبقى 150، 160. يبقى الجراح الفنان بيقدر يلعب في العمليه، اصغر واكبر بحيث ان عندما يخسش غير 7-8 كيلو، 5 كيلو ده الجراح اللي ذو رؤيه. زمان كان وقت لازم 20-30 كيلو. ليه؟ لان كان الجراح مبرمج اشيل 80% من المعده واوصل لبعد 2 متر او 2 متر ونص. النهارده بقى لما خدنا الخبره في الشغل قدرنا نعدل العمليه ثنائي التقسيم المعدل او حتى تحويل المسار المعدل، ان انا اكبر المعده ما اشيلش منها جزء كبير، والوصله تبقى اقل من مترين، واقدر استفيد بالميتابوليك بارت وما اقللش الويت لوس بارت. يعني عمليه عايز ايه؟ عايز في جزء يتحكم في السكر اسمه ميتابوليك بارت او الجزء الاي دي، وجزء يتحكم في الوزن. لو انا كبرت المعده وقللت الوصله نزول الوزن بقل، وتبقى العمليه بيسموها بيور ميتابوليك سير، ما اعرفش هو بالعربي ازاي بقى بيور ميتابوليك. ميتابوليك يعني عمليه ايض خالصه. ايوه للايض نفسه. ايوه عمليه ايضيه خالصه. العيان يخس 2-3 كيلو 4 كيلو والسكر بتاعه يبتدي يتظبط من يوم العمليه. دي طبعا تعديلات رائعه. التحويل المسار ما زالت برضه هي الجولدن ستاندر. تحويل المسار المصغر هي العمليه الام، هي ذا ماذر اوف اوبريشنز، هي العمليه الام اللي هي بنصغر المعده ونوصلها بالامعاء على بعد 2 متر من بدايتها. برضه نفس الكلام، بتقلل هرمون الجوع، بتقلل كميه الاكل، بتقلل امتصاص السكريات والدهون 75%، بتطلع هرمونات تنشط البنكرياس. وبرضه العمليه ديت از ديزاينبل اوبريشن، تيلورد اوبريشن، نفس الفن اللي قلناه، تقدر توسع المعده وتقدر تصغر المعده وتقدر توصل 2 متر وتقدر توصل 2 متر ونص وتقدر توصل. يعني حتى كان اللي بيشتغلوا معايا في اوضه العمليات اقول لهم العيان ده هنوصل لاولادي 2 متر ونص، العيان ده هنوصله 1.50 متر، العيان ده هنوصله 1.70 متر. كان يقعد يسالني تلامذتي، دكتور ياسر انت بتحسبها ازاي؟ حسب وزن المريض، حسب قوه السكر اللي عنده. السكر اللي عنده بنعمل وظائف بنكرياس، هل السكر قوي يبقى اعمل وصله بعيده، هل السكر ضعيف
يعني سكر كده اعمل وصله قريبه في اوز الرينج بتاعه الطبيعي بتاع ايوه اوز الرينج الاوبريشن. الجمال والعظمه تشوف وشي كله عشق اللي عامله ازاي. انك بص انا بفرح قوي لما العين يجي لي واقعد واتكلم معاه واشوف تحاليله قدامي وابتدي اعمل ديزاين للعمليه للعيان ده. فاهم قصدي ازاي؟ زي بالظبط الترزي، جراح لازم يكون ترزي. البدله اللي تليق على الدكتور ايمن ما تليقش على ابراهيم، ما تليقش على محمد. فكل عيان عندي عشق ليه، لان هفصل له العمليه اللي تناسب سكره ووزنه. الحملة القومية مستمرة رغم يعني صعوبة الانتقال دلوقتي؟ الحملة القومية مستمرة طبعا. احنا طبعا دلوقتي اخواننا العرب الكورونا منه لله وقف الطيران والحاجات، لكن طبعا الحملة القومية ما زالت مستمرة. ان احنا بنعمل عمليات باسعار تكون سعر التكلفة حتى لا يرتبط في ذهن الناس دي عملت للناس الاغنياء، لان احنا النهاردة دكتور ايمن بنبص ان ده وباء ولازم نحاربه، مش هم نكسب منه كتير، المهم ربنا يكرمنا ويشفي الناس. قالوا لقوا انه السوبر ماركت والمحلات البقالة لما بتعمل تخفيضات بيزود السمنة في المحيط بتاع السوبر ماركت. ولقوا ان السمنة بتزود الصدفية، ده مرض مناعي. ودي حاجة غريبة انه نربط مرض عضوي بمرض مناعي. ده معناها شيء مهم جدا فيما يتعلق بتأثير السمنة على المناعة. بص دكتور أيمن، السمنة وعلى مسؤوليتي الشخصية اربطها بأي مرض تحبه في الدنيا، مش هقول بس صدفية، أي مرض تحبه في الدنيا اربطه بالسمنة وأنا اللي مسؤول. هعكس الكلمة بتاعت دكتورنا أستاذنا الأستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم وأقول مسابقة بقى لكل أوجد علاقة ما عكسية تقول إن السمنة ما يجيش مع المرض ده. صعبة جدا بقى بالظبط بالظبط صعبة الله. جدا يعني قول لي كده ايه هو المرض اللي مش مرتبط بالسمنة او بمضاعفات السمنة غير الانفكشوس ديزيز، غير الامراض المعدية من خلال فيروس او بكتيريا؟ بتكلم على الامراض الميتابوليك او الامراض اللي مرتبطة لا وحتى دي حتى الانفكشن طبعا ليه مناعتك اوطى، دخول الفيروس اسهل بالزبط. ولما خش الفيروس هيبهدلك اسرع. ما ده اللي احنا قلناه في نص الكلام، حتى الكورونا فيروس انا لاحظت كتير من الحالات للاسف يعني فقدناهم كان وزنهم زياده بالظبط. يعني ده دي حاجه قربت، ما اعرفش هل صدفه مفيش ابحاث؟ لا في ابحاث طبعا بتتكلم ان المناعه اكيد مع قدره الجهاز التنفسي بتضعف مع مع السمنه، وبالتالي الفيروس بيجد فرصه اكبر للامباكت وانه يشتغل ويبدا يتكاثر. النهارده لقاء ممتع للغايه، والمره الجايه هنفتح مواضيع مهمه جدا. النهارده كان عنواننا ايه؟ السمنه واه والجراحه واه. طب المره الجايه بقى هنحط عنوان تاني مهم قوي، الجراحه واه في اتنين واو، الجراحه وما يتعلق بها والتطويرات وارتباطها بالتكنولوجيا، الواو التانية دي التكنولوجيا. هنشوف الدباسات بقى ونشوف أساليب التخدير ونشوف حاجات جديدة مع الجراحة، لكن أكيد الحوار سيكون أكثر من ممتع مع ضيفنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم. نورتنا وشرفتنا في الأسئلة. شرف لي. خليكم دايما مع الناس الحلوة. التنمر بين الأطفال في منتهى الخطورة لأنه بيخلق شخصية فيها مشكلة. مشكلة الحول في مصر إن هو ثقافة علاجه ضعيفة. بشوف يعني تقريبا كل يوم طفل مش عايز يروح المدرسة. أنواع الحول إيه؟ في ناس كتير مش فاهمة أنواع. الناس الغير أصحاء نفسيا في المجتمع لازم نعالجهم ولازم نساعدهم. الولد عنده حول فعلا والأب والأم واهمين نفسهم إن ده حول كذب. بالظبط، لما يكبر هيتعدل. نوع من أنواع الحول أنا هعمله عند سن 6 شهور، ونوع هأجله. أنا مش بأجله عشان أنا خايفة من عملية الحول، أنا بأجله عشان رد فعل العضلات في النوع ده من الحول أحسن في السن ده. الدكتورة هبة متولي علي استشاري جراحات الحول وجراحات عيون الأطفال والمياه البيضاء، دكتوراه طب وجراحة العيون جامعة القاهرة، زميلة الكلية الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الحول وجراحات عيون الأطفال. أهلا بكم عبقري الفن المصري أحمد حلمي. ده عبقري. الكلام اللي قاله ده مهم جدا جدا،
والكلام دوت في الطب له قيمه كبيره جدا. يعني مثلا احنا عندنا حالات طبيه، مثلا الحول النهارده نتكلم عنه. حول ده جزء مهم جدا في التنمر، وانا بقول تاني وهرجع اقول تاني وتالت ورابع. اول حاجه تربي ابنك عليها، تربي ابنك عليها وبنتك انها ما تتنمرش. ولازم ده نداء بقى ان صناع السينما في مصر اللي بيكتبوا سيناريو، بدل ما هم متفرغين كتير منهم للاسف للقص واللزقه، الطبع، النحت من الافلام الاجنبي، وهم عارفين كويس جدا، انا عارف كويس جدا ان معظم صناعه السينما دلوقتي او صناعه الدراما مبنيه على ان انا بنحت، اتفرج على اي سو ذا ديفل واعمل منها مسلسل، اتفرج على شاوشينك ريدمشن واعمل منه مسلسل، اتفرج على افلام اجنبيه واعمل منه مسلسلات. لا، اعملوا دراما بتدور حول التنمر. اعملوا دراما بتدور حول التنمر. المخرج المبدع عمرو سلامه عمل فيلم، للاسف الفيلم ده ما نجحش نجاح كبير قوي، رغم انه فيلم قيم جدا. هو نجح نجاح كويس، بس كان المفروض يتعمل له بروباجندا اكتر من كده حول التنمر. طفل صغير كانوا بيتنمروا بيه في المدرسه، كانت بيتنمروا بيه لاي سبب من الاسباب، التنمر عموما من الاطفال في المدارس، ورانا واقع موجود في المدرسه، يعني شعبيه او مدرسه مش شعبيه، مدرسه تعليميه عاديه في مكان شعبي، ورانا واقع. احنا ده محتاجين ان احنا نعمله بسكيلز اوسع. هو عمله على حته معينه، على فكره معينه، لكن ده يتعمل على نظام اكبر. نشوف بقى شكل التنمر بالكبار عامل ازاي، شكل التنمر باللي عندهم مشاكل عضويه، زي مثلا اللي عنده لا قدر الله حول، اللي عندها لا قدر الله شلل الاطفال، اللي فاقد عضو من جزء من اجزاء جسمه، طرف يعني ايده رجله، اللي عنده ودنه شكله عاملها ازاي، بيلبس نظارة. ده كان ما زال تنمر لغاية دلوقتي. ما تصوروش قسوة التنمر. النهاردة هنفهم الحول بالتفصيل، وهنمر على التنمر بشكل تفصيلي. ضيفتي العزيزة ليها فضل كبير، لأن هي اللي بدأت فكرة التنمر في البرنامج، وأنا بسطت جدا لما عرضت عليا الفكرة إن احنا نعمل حملة ضد التنمر. هي كانت رائدة في هذا المجال معانا في البرنامج الطبي. أعتقد إنه لازم تتعمم الفكرة، وهنسمع منها هل تعرضت إلى التنمر لما فكرت تعمل حملة ضد التنمر؟ هو ده سؤالي الأول لضيفتي العزيزة القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في عالم العيون، الأستاذة الدكتورة هبة متولي، استشاري جراحات الحول وجراحات عيون الأطفال والمياه البيضاء، صاحبة الدكتوراه طب وجراحات العيون من كلية طب جامعة القاهرة، وزميل الكلية الملكية البريطانية والجمعية الأوروبية لجراحات الحول وجراحات عيون الأطفال، وعضو الجمعية الأمريكية لجراحات الحول وجراحات عيون الأطفال، الاسم المتميز للغاية في هذا المجال. سعيد جدا بزيارتك. وهبدأ معاكي سؤالي، ما تقلقيش، أنت جراحة عيون متميزة، يعني هتضيعي الوقت ليه في احنا بنستضيفك عشان نتكلم على الحول؟ ليه تضيعي جزء من الحلقة في انك تتكلمي على التنمر؟ بالظبط. طبعا اكيد التنمر طالنا، واحنا بنعمل حملة ما تخبيش عينيك ليلة التنمر، يعني حتى على مواقع التواصل الاجتماعي في ناس تقعد تقول الله، طب ايه الفلسفة، ايه الفزلكة دي؟ ايه علاقة التنمر يعني بالحول؟ وما تقولوا عليه مش عارفة ايه، يعني برضو في يعني طالنا كثير من النقد في الحته دي، ولكن هو لو ده 1% من الناس اللي استفادت من الكلام، والناس استفادت من الوعي، وقد ايه الناس علم معاهم، يعني ان فعلا كلهم بداوا يقولوا فعلا انا بتعرض لكذا، انا عايزه اتعالج يا دكتور عشان التنمر، وعلى المسجات على الفيسبوك طول الوقت، على الواتساب، على كل حاجه، دكتوره مش عارفه ايه، انا فعلا ابني مش عاوز يروح المدرسه عشان النضارة. لا يعني كل الناس بقت أثر معاهم جدا جدا الموضوع ده، وبالعكس يعني أنا شايفة أن هي أفادت كثير أكتر مما ضرت، مما يعني من أي نقد نتعرض له. وكمان هي حملة توعية، إحنا بس بنقول لكم يا جماعة الحاجات دي ليها علاج، يا جماعة اتعامل مع ابنك اللي هو عنده حول وعالجه، أو اللي محتاج يلبس نضارة تعامل معاه بطريقة خلي بالك منه،
حاول تعمله سبورت نفسي عشان هو رايح المدرسه ما يتاثرش باي كلام ممكن يتقال له وهكذا. اذا القضيه دي قضيه مهمه اكتر مما نتخيلها احيانا جدا جدا. في ناس ما بتعملش لفرحها اصلا، يعني في ناس ما بتعملش الفرح، في ناس ما بتروحش الجامعه، في ناس مجرد ما يدخل الجامعه بيبقى قاعد في البيت. طب ما بتروحش دي الجامعه اصلا عشان عندي حول، فلا بعد ما نصلح له الحوالات تلاقيه بقى نازل وراح الجامعه وعاش حياته. في ناس ما بتعملش فرح اصلا خالص، دي علاقه الحول بالتنمر، بالتنمر هو مش عاوز حد يبص عليه ولا يبص في عينيه. ف وفي ناس اصلا في التعامل على طول بص تحت، طول ما ماشي بص تحت عشان ما حدش يشوف عينيها، لان هو طبعا خايف ان حد يقول له انت باصص فين، انت عامل ايه، انت الف سلامه عليك، الحاجات دي اللي هي بتضايقه كل يوم يعني. فطبعا لا، علاقه يعني لصيقه يعني جدا جدا علاقه مرض الحول بالتنمر طبعا طبعا في المجتمع. في ناس بتبقى اجريسيف بالظبط، في ناس بتبقى بالظبط بتعامل بطريقه كده فيها شده بدون بجفاء دائما، لانه حاسس ان هو على طول اندر استيميتد او على طول هو يعني يعني منبوذ، او ناس بتقول له ان هو انت عندك حاجه. بس هي مشكلتنا في مجتمعاتنا ان احنا الشائعات اللي بتطول مرض علاج الحول اصلا كتير، اللي هو لا مش ما ينفعش تعالجه، لا خلاص اصلك لو عالجته هتشوف ازدواجيه، لا اصل انت لازم ما دام عالجته اكيد هيرجع تاني. الكلمه دي بتضايقني جدا، لانه لا هو لو اتعالج صح عمره ما هيرجع تاني ابدا زي ما كان ابدا. ده كلام اقصى حاجه تكون فيه بواقي في 10% من الحالات وبين برضه بتصلح، دي اقصى حاجه. يعني ولا خلاص لا الطفل الصغير استنى لما يكبر، والكبير لا ما تنفعش تصلحه دلوقتي. كثير كثير من الشائعات في مجتمعاتنا هي اللي بتخلي الناس تعيش وتعاني ومش عارفه ان المرض ده لا له علاج. النهارده هنجاوب على كتير من الشائعات اللي بتدور حواليه، لكن هبدا الاول انواع الحول ايه، التقسيمات كثيره في موضوع الحول. هو دايما تقسيمات علاج الحول كثيره، ولكن انا دايما احاول ابسط للناس، لان هو مش هيهمه القصه العلميه قد ما يهمه انه يفهم، يعني يفهم الفريم بتاع الموضوع. فهو الحول احنا هنقسمه حول عند الكبار وحول عند الاطفال. الحول عند الاطفال ده علاجه هنبتدي نقسم انواعه من ناحيه العلاج. في حول دايما اقول ده علاجه نضاره، مش هيعمل اي حاجه، مفيش اي علاج ليه غير نضاره، ما اقدرش اعمل له اي حاجه تانية غير النضاره. في حول تاني علاج جزء منه نضاره وجزء منه عمليه، لازم احترم جزء النضاره ولازم احترم جزء العمليه. في الحول التالت ده حول علاجه عمليه فقط، مش هنعمل له اي حاجه غير عمليه. الحاجه الرابعه بقى ان شخص يكون محتاج عمليه حول ومحتاج نظاره ملهاش اي علاقه بالحول، اوكي، يبقى هما مش هيخرج بره الاربع انواع دول. الشخص الكبير اللي عنده حول ممكن يكون حول مهمل من الصغر اهمله مع الجوش، وده برضو ليه علاج عادي مفيش مشكله. وممكن يكون حول مكتسب اللي هو بقى مصاحب بالازدواجيه والحاجات دي، طبعا اول ما يحس بيها لازم ينزل فورا لدكتور العيون ويكشف ويفحص، الدكتور العيون المختص ويفحص عشان يعرف سبب الازدواجيه. فدي انواع الحول فيما يخص المريض، ولا يخص بقى ايه ان انا بعلم دكتور صغير او مثلا مساعد بتاعي، يعني ده ما يخص المريض ان هو يعرفه عن مرض الحول. ازاي نشخص الحول؟ الحول بيتشخص عن طريق دكتور المختص في علاج الحول. يعني ما بيتشخصش يعني لا يشخص بجهاز مثلا بموجات فوق صوتيه بجهاز الترا الحاجات دي، لا خالص، هو بيشخص عن طريق الطبيب في العياده بتستس معينه احنا بنعمل. عشان كده دايما ما ينفعش حد يبعت لي صوره يقول لي قولي لي يا دكتور انا عندي حول ولا لا، في درجات بقدر اجاوب فيها وفي درجات لا نيفر، مش هعرف خالص غير لما افحص العيان واحكم عليه واشخص نوعه، وعلى اساس نوعه بياتي بعدها قرار العلاج. طب هنقف قدام خلاص شخصنا الحول، احنا عالج اطفال وكبار صح؟ يس. هل الاطفال بس اللي بيتعالجوا ولا الكبار كمان؟ كل اي حد ممكن يعالج الحول في اي وقت، ان شاء الله يكون عنده 80 سنه مفيش اي مشكله خالص. ولكن احنا بنشدد دايما على علاج الحول في السن الصغير علشان نحافظ على العين من الكسل، لانه الحول ده اهماله هيعمل كسل في العين، هيعمل فقد في وظيفه العين. فعشان كده انا ممكن اصلح الحول في اي وقت، ولكن ممكن اصلح الحول لعين اصلا فقدت وظيفتها، بس هصلحه كشكل جمالي لكن مش هصلحه كوظيفه. اوكي، فدايما لازم احنا بنشدد على عدم الاهمال من الصغر، ولكن اي حد ممكن يصلحه الحول ويحسن من جوده حياته عادي جدا، مفيش اي مشكله. شائعات بتاعه الازدواجيه واكيد اشوف الصوره دي حاجات نادره جدا جدا، ولو حصلت بتكون مؤقته وملهاش يعني اثبات علمي خالص، ده كلام غير علمي يعني. طب هبدا بالاطفال الاول، علاج الحول عند الاطفال الواقع الصحيح المثبت والتخاريف
نقدر نقول التقليعات دي كلمة دقيقة. التقليعة كلمة الجيل بتاعنا يعرفها كويس جدا، اللي هي ايه؟ افتكاسة هبلة. بالظبط، افتكاسة هبلة. هو غير مسموح لأي طبيب انه يطلع بتقليعة، غير مسموح لأي حد. احنا بنعمل وفقا للإرشادات العالمية وما توصلت إليه آخر الأبحاث المعتمدة. فأنا عضو مركز أبحاث للعيون يعني، وبؤمن جدا بالأبحاث والنتائج العلمية. فأنا بشتغل باللي بيطلعوا نتائج علمية، مش بالتقليعات وبما أنا شايف حاجة مقتنع بيها لوحدي. لا، ده مش صح. في بروتوكولات للعلاج، علاج الأطفال لا يخرج برا يا إما النضارة يا إما عملية الحول فقط. أوكي، عملية الحول هي جراحية، مش عملية الحول هي ليزر والحاجات دي. أوكي، على حسب نوع الحول أنا بختار العلاج وبختار وقته. ممكن أختار دلوقتي، لا أنت أجل شوية، بس لو أجلت العلاج لازم تتابعني كل 3 شهور وهكذا. يبقى أنا بختار العلاج على حسب الإيه؟ نوع الحول اللي هو لا، والعلاج لا يخرج عن النضارة أو عملية حول. أوكي، يعني مثلا الحالة اللي احنا شايفينها دلوقتي دي حالة علاجها عملية، عملية بسيطة، وده شكل الإحمرار بعد العملية. عملية، الكلمة دي لازم نوضحها للناس. عملية الحول مش ليزك. لا، مش ليزك. عشان كلمة ليزك بتاع عليه كلمة عملية، فيتقال ايه؟ ما احنا عملنا عملية. انهي عملية؟ العملية دي نوعها ايه؟ عملية في العضلات. في العضلات. عملية حول يعني عملية في العضلات، ليس لها اي علاقة بالليزر. عملية في عضلات العين. بالظبط. طب معلش الحتة، انا بقى ايه؟ هعمل نفسي ما اعرفش خالص واقول لك هو العين ليها عضلات؟ العين، كل عين فيها سدة. ما انا عامل، انا بقى والله في ناس ما تعرف الكلام ده. الناس مش عارفة ان العين ليها عضلات بتتحرك. في طبعا العين ليها عضلات طبعا. لا، قوليلنا قوليلنا اشرحي. العين فيها، كل عين فيها 6 عضلات بتتحكم في عملها يعني. ففي واحدة تضعف، واحدة تبقى اقوى من اللازم، بينتج عنها اي بقى نوع من الحول، حول افقي، حول رأسي. واحنا بنشتغل عملياتنا على حسب، على العضلات، على حسب يعني ايه العضلة اللي اقوى من اللزوم والعضله اللي اضعف من اللزوم. في الحاله دي، في الحاله دي احنا اشتغلنا على عضلات الضمه، فالحاله اتظبطت. على عضلات الضمه اللي هي مخليه العين تدخل لجوه. بالظبط. كانت شده جامد. شده جامد. يعني ده كان حول مهمل من الصغر. وصلحناه، وبعدين بقى عشان هي صغيره نعمل تمرينات علاج الكسل وهكذا. والعمليه دي بتتم، عملتي فيها ايه العمليه دي؟ معلش نفهم بالراحه. لا، احنا العمليه دي عمليه سطحيه بسيطه جدا، بنشتغل فيها على العضلات، ليس لها اعراض جانبيه خالص يعني، مفيش يعني اعراض جانبيه. ما بنطلعش العين بره، الكلام ده كلام مش صحيح خالص. لا، ما اخدش العين مثلا احطها على، لا لا لا، بطلعه وبعدين تدخلها تاني والاشعاعات. لا لا، دي كلام غلط. ده بطلع العربيه بريداتير بتعمل فيه كلام غلط. ما فيش كلام غير حقيقي. اسمعي الكلام ده. بسمعه طبعا. انا عايز الفيديو لما عيني طلعت بره وكده، اقول مفيش فيديو، مفيش عين طلعت بره. فهي عمليه سطحيه بسيطه، الغرز ما بتبانش، بيكون تقريبا غرزتين او 3 مدفونين يمتصهم الجسم مع 3 اسابيع ولا حاجه وخلاص. مفيش، وفي شويه احمرار بيقعد 3-4 اسابيع بعد العمليه وخلاص. يعني العمليه بسيطه خالص، ولكن بسيطه على العيان. طبعا هي محتاجه حرفيه من الطبيب، ولكن هي بسيطه على المريض يعني. حاجه بتاخد نص ساعه ماكسيمم وخلاص، وبعدها بيبقى مفيش ممنوعات ولا اي حاجه، بيقدر تاني يوم يمارس حياته طبيعي. العمليه دي بتاخد وقت قد ايه؟ العمليه ماكسيمم نص ساعه، وبيبقى تاني يوم يقدر يشوف عادي. بيشوف عادي، بس هو بيبقى عيني حمراء يعني. طب عادي. مفيش اي مشكله. مفيش اي مشكله خالص. عمليه يعني بالنسبه للعيان بسيطه خالص يعني. بعد النقاهه بقى مثلا، الحاله دي برضو نفس دي اصغر سنه. دي اصغر، دي اصغر سنا. كل العمليه واحد ويعني بسيطه بالنسبه للكبير والصغير. بالعكس، الصغيرين بيبقوا فورجيفنج اكتر يعني، يجري بقى بال ما اخلص مثلا بقيه العمليات، تطلع لاقيه مثلا بياكل الساندوتش وبيلعب في وعمال يجري في المستشفى مثلا يعني. في اطفال بيبقوا فورجيفنج جدا، مفيش مشكله. الكبير بيبقى خايف اكتر من الصغير. عشان يبقى طبعا هو ده مش فارقه معاه اي حاجه اساسا. الواحد وهو صغير بيبقى مش جارين بالدنيا يعني. الاحمرار اللي حوالين العين ده بيقعد قد ايه؟ 3-4 اسابيع ماكسيمم. ماكسيمم يعني ترجع لون عينه بيضاء طبيعي. طبيعي خالص، طبيعي as if nothing يعني. ده الصغيرين يعني. العمليات الصغيرين دي انواع يعني. ايه تاني؟ ايه الاحتمالات التانية في الاطفال؟ ما انا بقول اللي هو مثلا ممكن حالات يبقى ليها علاجها نضاره، وحالات جزء نضاره وجزء عمليه. ده مثلا حول وحشي، الحالتين اللي فاتوا كان حول داخلي، ده حول وحشي اللي هو للخارج،
معاه برضه نسبة حول رأسي وبنصلحه في نفس العملية. ده كان تاني يوم العملية. ده أنا دايما بجيب الحالات اللي فيها شوية حمار عشان دايما الناس بتبقى هو أنا شكلي يبقى عامل إزاي بعد العملية والحمار هيبقى عامل إزاي، فدايما الصور دي بتطمن الناس أكتر إن الموضوع بسيط ومؤقت الإحمرار وكده يعني بعد العملية. دي على العينتين دول اتعملوا الاتنين؟ على العينين بالظبط. بالظبط. أنا دايما أقول للناس يعني سيبني أشتغل على عينين علشان نعمل لك توازن حركي أكتر. في ناس يعني في بعض العمليات بنشتغل على عين واحدة، ولكن أنا بأرجح في معظم أنواع الحول إن أنا أشتغل على عينين. حضرتك ممكن تكون شايف الحول في عين وأنا أشتغل في عين تانية، يعني التشخيص غير اللي حضرتك شايفه. دي برضو اشتغلتي على عينتين؟ ده عمران، ثم يعني في ناس بتزعل ان انا ما بجيبهمش في تلفزيون، بيزعلوا. في ناس بتدخل زعلانه يا دكتوره هو انا مش اموره عشان ما كده ما جبتليش في التلفزيون، هو انا ما خفتش؟ طب والله يعني حاجه حلوه قوي. والله ده انا جايب ناس كتير النهارده عشان هم طالبين ان هم يطلعوا. طب انت حافظه اسيبهم كلهم ولا يا معظمهم؟ ادي عمران اهو. ده عمران بقى يعني شبه ممثل اجنبي. ده دلوقتي ما كانش شبه الممثل، يعني دلوقتي بقى ما شاء الله شبهه. ده امور كان زعلان جدا من الحول، كان زعلان جماليا. جماليا طبعا. طبعا كان زعلان جدا جماليا. لا في طفل برضه بيبقى يعني لحد مش حاسس بال، هو دلوقتي مبتسم ومركز معانا ونظره عينيه ما شاء الله مؤثره، ده يمثل بعد كده. ايوه بالظبط بالظبط. العمليه دي برضه في العضله الضم اللي هي الضمه اللي الضم. هو محتاج نظاره، هو من الحالات اللي جزء منه نظاره وجزء منه عمليه على فكره، عشان كده بعد العمليه لابس نظارته عشان الحول كله يتصلح. عملنا جزء العمليه واحترمنا جدا جدا جزء النضاره اللي انا لازم اسيبه عشان لو اهملته هيحول العكس. ممكن تفهميني الحته دي شويه؟ يعني هو في ناس بيبقى نص الحول بتاعهم علاجه عمليه ونص الحول بتاعهم علاجه نضاره. انا ما ينفعش ادخل انا كده داخل العمليه طب ما تصلحي كله يا دكتوره وخلاص وخلصينا. لا ما ينفعش، لازم اسيب له الجزء بتاع النضاره اللي هي بعد العمليه. في ناس بتحاول يلبس النضاره يتظبط، طب بتسيبيها ليه يا دكتوره؟ عشان ما يحولش ناحيه ثانيه. لان معلش هعمل نفسي مش فاهم واسالك سؤال برضو يعني لطيف. العضلات بتعمل مشكله صح؟ يس. طول النظر كمان ممكن يعمل مشكله. طول النظر بيعمل حول. قد يكون مسؤول عن الحول كله. في الحالات اللي بتلبس النظاره الحول كله يتصلح. تصلح طول النظر يتصلح. خلاص. وقد يكون مسؤول عن نص الحول بس او جزء من الحول. فبنصلح الحول اللي فوق النظاره وبعد العمليه في نسبه حول بسيطه الطفل يلبس النظاره تلاقيها اتظبطت. انا دي لازم اسيبها. مش اختيار. هنا ده أدهم. أدهم. اسم جميل، أحب اسم أدهم قوي. برضو أدهم بس ده حول وحش. أنا زمان كنت أحب أقول مثلا حد ممكن يسألني اسمه أنا صغير أقول له أدهم. كنت بحب أدهم الشرقاوي. أنت عارفة من إحنا شرقاوة. كنت أحب سيرة أدهم وأقرأ وأحب أقراها. أحب الفيلم قوي بتاعه. كان الفيلم ومسلسل وبتاع. ادهم بقى ايه؟ ده حول وحشي برضو. واتصلح وده كان تقريبا بعد اسبوع برضو من العمليه. في بقى سؤال مهم جدا واحنا بنتفرج على الصور الحالات، هل الليزك له دور في علاج الحول؟ لا، ولا ليه اي دور في استبدال النضاره او الاستغناء النضاره على النضاره في الاطفال. الليزك ضار جدا جدا بالاطفال. مفيش ابدا بحث علمي ولا جمعيه علميه قالت واقرت بجواز استخدام الليزك في الاطفال. في آراء قليلة جدا ومش آراء، الاتجاهات قليلة جدا، واحد أو اتنين من الدكاترة بيعملوا ليزك. اتجاهات غير صحيحة. ده خطأ غير صحيحة. دي آراء شخصية غير صحيحة، غير مبنية على أي أسس علمية. على فكرة ده مش رأيك أنت لوحدك، ده رأي جمعية عيون الأطفال. بالظبط. طب عيون الأطفال اللي بالزبط. بعتت لنا المعنى دوت. بعتته للقناة يعني. بعتت له ليا أنا شخصيا. بالظبط. يعني وأنت جبتي لي نسخة تانية برضه. بالظبط. من الجمعية عندك. بالظبط. جمعية طب عيون الأطفال. الأطفال. اللي فيها كل دكاترة طب الأطفال. جمعية جراحين عيون الأطفال والحول المصرية. أقرت بإيه؟ نقول كلمة. أقرت إن هو غير جواز الليزك في الأطفال. لا يجوز. مفيش أبحاث علمية لا أجريت داخل مصر وخارج مصر تقر جواز إجراء الليزك في الأطفال غير عشان أستغنى عن النضارة. يعني الليزك إن أنا عشان أشيل النضارة ده لا، ده غير صحيح وغير جواز. ولا لعلاج الحول. ولا لعلاج الحول. مفيش كده خالص. واحنا رايحين للكبار بنتفرج على الكبار، السؤال المشهور بقى في الكبار يقدر يرجع شغله امتى؟ انا ما عنديش مانع ان تاني يوم العيان يعني تاني يوم العمليه هو يعمل اللي هو عاوزه كله. هنا ده مثلا شاب ما شاء الله. دي من الحالات. يعني سكت ازاي السنين دي كلها؟ لا هو عمل عمليه قبل كده والحول ما ظبطش، فجينا عملنا له العمليه وهو يعني
شخص لطيف جدا ويعني عايش حياته كويس جدا دلوقتي ومبسوط. يعني النضاره بيلبسها عشان يكمل برضه؟ لا لا هو لا مفيش دور للنضاره في الحول بتاع الكبار. خالص. علاج الحول في الكبار عمليه. امال هو لابسها ليه دلوقتي عشان يشوف؟ زي اي حد يعني ماشي في الشارع لابس نظاره ملوش علاقه بالحول. ملوش علاقه بالحول. ممكن يكون ماينس 2 ماينس 1 بتاع كده لابسها شياكه. في ناس بتلبس النظاره الشياكه. يعني ال- 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 الكبار يعني اسهل يعني مثلا هنا كبار قوي يعني ده سن يعني ده من الناس اللي ما كانتش عارفه ان في علاج للحول. كلها عمليات حول. يعني كلها عمليات حول هي على المريض سهله فيها تقنيات وفيها طبعا تقنيات طبعا وفيها مهاره من الطبيب ولكن هي يعني في الاخر عمليه حول بالنسبه للعين. هل ممكن حول زي ده يتطور ويزيد مع السن؟ لو اهملناه هيزيد مع بيزيد مع السن وبيعمل كسل شديد. يعني البنت دي من السودان وبعد ما اتعالجت دي كان تاني يوم العمليه قالت لي يعني من فضلك بس حطي صورتي على طول عشان الناس كلها تعرف ان الحول ده له علاج فيتعالجوا زي ما انا اتعالجت. الله. لان الحول كان مؤثر على نفسيتها جدا. عارفه صورتها وهي كده بعد ما اتعالجت الحول ان شاء الله الاحمرار يخف. نفس شكل العين ونفس النظره بتاعت اشهر صوره في العالم للبنت اللي في افغانستان لو شفت الصوره. الايجنج بتاعت البنت بتاعت افغانستان لما راحوا صوروها في الحرب الامريكيه هناك. صح. تمانينات او تسعينات. تمانينات وهي شبهها نفس اللون. لكن اصل انت خوفتيني يعني الناس تفتكر ان الحول ملوش علاج. لا الحول له علاج في اي سن ولكن احنا بنشدد على علاجه في الصغر عشان نحافظ على وظيفه العين. بس هو مش يعني لكن له علاج في اي سن اي حد ممكن يعالج الحول. نورتيني وشرفتيني. ودي فايده البرامج المحترفه في الطب انها تعلم الناس ان في علاج لده وانه مش هيرجع تاني. انه في ناس كتير لغايه دلوقتي بتقول انه افكار كتيره مغلوط. انت نورتيني. ثانك يو. ومتشكر جدا على زيارتك. متشكر جدا على مبادرتك الخاصه بالتنمر والابداع فيها واستمراريتها. واحنا مكملين معاك ان التنمر مش هنقول مره ولا اثنين. احنا نقعد كل شويه نجدد اهتمامنا بهذه الحمله. ان شاء الله. ضيفتي العزيزه المبدعه دائما استاذه الدكتور هبه متولي استشاري جراحات الحول وجراحات عيون الاطفال والمباهي البيضاء صاحب دكتوراه الطب وجراحات العيون من جامعه القاهره عضو الجمعيه الاوروبيه والامريكيه والمصريه لجراحات الحول وجراحات عيون الاطفال. ابدعت دائما في حوارها حول الحول في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. الاسنان شيء مهم جدا وعالم الاسنان عالم سحر. انا قعدت سنين على ما وصلت ان لا انا هعمل اشعه مقطعيه وانا بخلع ضرس العقل عشان انا مش عايزه مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل. ما قلتش ابدا ان مريض السكر مش هيزرع. المشكله بتقابلني في التقويم ان بيجي لي العيان اوريدي مركب الجهاز الحاله متشخصه غلط ويقول لي صلحي. العالم فيه تقدم كبير جدا في العيب اسنان جدا كتير بقى قوي قوي. يجي يشتكي من درس يقول لك انا عملته علاج جذور وطلع خراج وقعد ينزل في مده وحصل وحصل وحصل. ابص في بقه الدرس مش موجود اصلا. مساء الخير. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله وحشني والله. هو خايف يوريك سنانه. انا اكتشفت ان موضوع التشخيص موضوع في منتهى الاهميه ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي. ملوش اي علاقه. والعقل اللي رايح مسافر ده مش ملوش علاقه دخل عند الدرس عقل ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق ان الدكتور مش تاجر. الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي فرحتك. الدكتور إسراء أحمد السعيد استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني. ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني. ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني. حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا. عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. أهلا بكم. الأسنان شيء مهم جدا وعالم الأسنان عالم سحر.
عالم زي ما تقول كده جمال مع علم مع اختيارات مع ذكاء في الاختيار مع دقة مع دخول تكنولوجيا مع ماتيريال يعني مواد بتختار ولازم الواحد يبقى فاهم بيتعامل مع المواد دي ازاي. وطبعا من الذكاء جدا ان احنا نفرق بيشتغل على ابتسامة وصناعة ابتسامة راجل ولا صناعة ابتسامة ست. في دراسة اتعملت واتنشرت في المجلة الدورية العالمية لصحة اللثة في ابريل في 2016 قالت ان الستات اكتر اهتمام بصحة الفم والاسنان واللثة من الرجال. وقالت كمان حاجة لطيفة جدا ومهمة طبعا من ضمن مشاكل، قالت ان في فروقات مهمة الستات يمكن بسببها اكتر اهتمام باسنانه. اول هذه الفروقات انه في الست تغيرات هرمونية، ديت هذه التغيرات بتخلق نوع من برضو التغيرات والتأثير على الفم، وده بيخلي الست إلى حد ما انترستد ومهتمية أكتر وكير بصحة فمها. حاجة تانية إن الراجل أكثر عرضة لإصابات في الفم، الراجل عنده رياضات بيلعبها، ملاكمة زي حالاتنا ما بيلعب ملاكمة، طبعا ما فيش شك ما فيش حد ما لعبش ملاكمة ما كسرتلوش سنة وساعات أكتر وساعات اتنين، واللي بيلعبوا على مستوى البطولات بقى يعني هتلاقيهم بيتصابوا إصابات عنيفة جدا يعني في أسنانهم. الستات بيستخدموا فرشاة الأسنان أكتر من الرجال، والفرق بينهم مش كبير يعني نقدر نقول 10% أزيد. الستات بيروحوا عيادات الأسنان أكتر من الرجالة، بس العناية بتاعة الأسنان بالنسبة للست أكتر كتير من الرجالة. طبعا الكلام ده في 2016، طب 2019 الأمر اختلف شوية، الراجل بدأ يهتم، يعني الراجل جاي في الطريق في الاهتمام أو جه، بس جه كويس. هنسأل برضو من ضمن الأسئلة اللي هنسألها النهاردة، هو إيه الفرق بين التزام الراجل والتزام الست في خطة علاج طويلة المدى؟ إيه الفرق بين الاتنين في قرارات الابتسامة؟ مين أسهل في التصميم؟ الست أكيد هتهتم أكتر، لكن هتقعد تعمل تصميم ابتسامة يعني هتجنن الدكتور. الراجل شوية ما بيهتمش بالتفاصيل، بس ساعات في رجالة بتهتم بالتفاصيل، بس بتكلم في المجمل. دي من ضمن الحاجات اللي هسأل فيها النهاردة. النهاردة أكيد هنستمتع بحوار عنوانه الأساسي أن عالم الأسنان هو مزيج ما بين الفن والعلم والقوة واختيار الجيد والذكاء. ضيفتي العزيزة التي تبهرني دائما بحوارها الممتع جدا دكتورة إسراء السعيد، أهلا بيك دكتورة إسراء، منوراني. ربنا يخليك بوجودك. قبل ما نبدأ في الكلام، هو الستات والرجالة دلوقتي وصلوا إيه؟ اديني كده بقى. بص، 2019 الستات هم طبعا الأكثر اهتماما بالأسنان أكيد، لكن وأكثر اهتمام بالتفاصيل، لكن الرجالة برضو بيهتموا على فكرة، وبيجي رجالة كتير وبيقولوا عايزين نعمل ابتسامة حلوة، عايزين نعمل فينيرز، عايزين نهتم، لا بيهتموا، بس أكثر الاهتمام بلون اللثة عشان خاطر التدخين، بلون الأسنان مش ببقى مهم قوي عنده التفاصيل، لكن الست بتاخد التفاصيل كلها from A to Z، ما بتفوتش حاجة يعني. عندنا في الرجالة يعني عندنا مثلا الناس اللي لعبت ملاكمة، أنا لعبت ملاكمة سنين طويلة، هتلاقي سنة اتأثرت يعني في أكيد سنة اتكسرت في يوم في ماتش ولا حاجة، بالإضافة كده إلى أنه ناس كتير عندها سنان مفقودة. إمتى الإنسان يلجأ إلى زراعة السنان؟ امتى يلجأ الى زراعه الاسنان؟ لما يكون عنده حاجه مفقوده. ليه؟ لان انا بسمع كتير من الناس تيجي يقول ايه، انا السنه ديت وتشاور عليها، يعني هي موجوده في بقها، السنه ديت مكسوره مضايقاني، نخلعها ونزرعها. مش حاجه اسمها كده، طالما السنه كويسه وممكن تتعالج وممكن نعمل فيها مسمار ودعامه، ممكن نطولها، ممكن نعمل فيها اي حاجه تطول عمرها، مفيش حاجه اسمها نخلعها ونحط غيرها. يبقى امتى نزرع؟ لما تبقى السنه دي مش موجوده او فعلا هي مش هينفع فيها العلاج، مش هتجيب نتائج حلوه في العلاج، يبقى احنا كده ندخل في طريق الزراعه. هل في سن مناسب للزراعه؟ لا، بس طبعا نكون عدينا سن البلوغ، يكون عدينا 18. لكن لغايه كام؟
لحد ما ربنا يبدأ الاخر يوم في العمر. طول العمر اه طبعا مفيش حاجه اسمها عند سن كذا بنقف، لكن اللي بيعطلنا في الزراعه الناس اللي بياخدوا كورتيزون لسنوات طويله، الاوتو اميون ديزيزز كلها اللي هي امراض المناعه دي بتعطلنا جامد. يعني مثلا حاله زي كده هي ما شاء الله تبارك الله يعني سن كبير فوق السبعين، وفي سكر وفي لخلخه وفي مشاكل كتير قوي في الاسنان، ما فيش اي حاجه خالص، ضبطنا كل التفاصيل ديت وقدرنا ان احنا السنان المفقوده في الفك العلوي كلها زرعناها، وبقيه الاسنان ركبنا عليها كراونز. الفك السفلي كله هي اسنان ملخلخه خالص ميه، حتى لو تلاحظ انها طالعه عن مستواها الطبيعي طالعه لبره، دي كلها اتخلعت وتحط مكانها زرعات، واستنينا الفتره عشان نحمل على الزرعات ديت الاسنان الدايمه بتاعتها وركبنا عليها وعملنا فكين كاملين الحمد لله. السؤال المهم اللي جاي، هل الناس بتسالك على خطوات الزراعه ولا كل الناس؟ كل الناس كل الناس تسال. طب نقول لهم عشان ما يقعدوش يسالوا، في ناس بتقول كمان ارسمي لي وعايز افهم بالظبط بنعمل ايه وتفاصيل التفاصيل، يعني هو مفيش حد. انا احب ارسم قوي بس مش كل حاجه بينفع تترسم، انت تقعد ترسم فلاب وازاي بنفتح اللثه وازاي بنوصل للعظم تبقى قويه قوي على المريض، بس اللي بيطلبها بشرحها له، بس برضو بايجاز لان صعب ان انت تشرح الخطوات الطبيه فعلا خطوه خطوه كتير، يعني هتبقى كمان مش سهله ان حد يستوعبها لانها مش الشغله بتاعته يعني. لكن احنا لو اتكلمنا في الخطوات بتاعه الزراعه ممكن نختصرها فيه. اول حاجه الزراعه ديت في اتنين عامل، يعني في الشخص وفي الدكتور، يعني المريض والدكتور. المريض عنده مكانين، اولا الفم لازم يبقى صحه الفم جيده، كل اللي بيجي يزرعوا بيعترضوا جدا على تنظيف اللثه وعلى الحشوات وعلى علاج الجذور وعلى وعلى، لا لازم المكان اللي احنا بنحط فيه الثروه دي او الحاجه اللي بنغرس فيه الشجره دي او الحاجه اللي احنا عايزينها تعيش لازم يكون المكان ده مؤهل لكده، المكان كله مش على قد هنا، يعني لو في خراج الناحيه الثانيه هنعالجه برده، مفيش حاجه اسمها مش المكان الصغير ده اللي احنا هننظفه بس كله. وبالنسبه لجسمه لازم يكون عارفين وضع السكر، وضع الكبد، الكلى، القلب، الادويه اللي بتتاخد ريجولرلي يعني كل يوم، الامراض المناعيه، الكورتيزون. لازم يكون عندنا داتا عن المواضيع دي كلها. الدكتور بقى لازم يكون معاه طبعا سي تي او اشعه مقطعيه، ولازم يكون عنده البروفيشناليتي اللي تخليه يشتغل الحاله ديت، دي اول حاجه. دي تاني حاجه اوكي السي تي، لان هي ديت اللي هتقول احنا داخلين في مكان شكله ايه، ايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا، ايه العقبات، ايه بقى انا اقول الحلول اللي احنا ان شاء الله هنحل بيها العقبات دي. وطبعا يكون ما شاء الله يكون متدرب على الحاجات ديت، مش البروفيشناليتي اللي انت قلتي الاحترافيه يعني. بتاعتك الاحترافيه. السؤال اللي جاي سؤال يعني علمي شوي، ايه المخاطر العقبات او العثرات اللي ممكن توجد في مجال الزراعه؟ العثرات كتير، بس هو برضو لازم الناس تستوعب نقطه، مش معنى ان الدكتور شاطر ان مش هتحصل العثرات، لا هتحصل بس يعرف يعديها. ان هو يعني هاو تو باس، دي موضوع هو دوت الشطاره. مش الشطاره يعني اشطر دكتور في العالم ما بيقابلش عقبات، ما بيحصلش معاه مشاكل، ده لازم ده سؤال علمي، ما ده سؤال لازم يحصل، بس الشطاره ان احنا نعدي العقبات ديت ويطلع العيان زي الفل، هي ديت الشطاره. فالعثرات كتير، ده ممكن يقابلنا، يعني لسه كان في واحد معايا من كام يوم ما قالناش ان هو بياخد مسيلات للدم، حاجات قويه جدا، ما قالش يعني. عايز اقول لك ان انا وصلت ان انا جبت بقيت اعمل كل الادويه واضطريت ان انا نزيف شديد جدا، وحطينا ادويه كتير واضطرينا نعمل كي في المكان. ليه؟ لان هو ما قالناش ان هو بياخد، رغم ان انا بسال اكتر من مره، ودكتور الزراعه اللي عندي قبل ما بيمد ايده بيسال برده ما قالش، لحد ما احنا دخلنا في المفاجاه. وبعدين قال طب ما انتوا ما قلتليش الدواء اكس بالذات، قلت له حضرتك مش انا، ما انا ما عنديش ان انا اقول لك في السوق في 50 70 دواء، حضرتك انا بقول لك بتاخد اي مسيل للدم، بتاخد اي ادويه تعمل سيوله في الدم، لا 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 طبعا دي مفاجاه. في مفاجات تانية زي هشاشه العظم. هشاشه العظم انت ممكن يكون السي تي مدياك درجه بس وانت شغال تحس لا الدرجه دي اكتر من كده، دي لازم بتغير الجهاز الموتور نفسه اللي انت شغال بيه، الدريلز اللي شغال بيها لازم بتغير الشكل بتاعها او الحفار. لازم بتغير بتغير طريقه الشغل بتاعها. في دلوقتي نوع من انواع البيرز او نوع من انواع
الدريز اللي بنشتغل بيها دي حاجه متقدمه جدا جدا، دي بتعمل لاترال كوندنسيشن او بتعمل تكثيف للعظم بطريقه جانبيه علشان خاطر الناس اللي عظمهم فيها شاشه عاليه. دي الدريلز دي غاليه جدا، دي الحمد لله عندي. دي ليه؟ المفاجآت دي لازم تتحل. المريض بقى ما يقيمش الحل دوت اتحل ازاي، يعني هو مش مقيم الدريلز دي، حاجه غاليه جدا، دي حاجه كده عالميه بتتشرى بالواحده. في الحاجات دي كلها بقى بتقيم لك نجاح الحاله. في جهاز اسمه بيزو دوت جهاز ذبذبات عندي برضو من فضل الله، دوت ذبذبات بتعمل حفر في العظم من غير ما تاكل في العظم. ليه؟ لما يكون عندي العظم كميته قليله وانا داخله بحافظ على كل يعني ملي موجود، وعايزه احفر عشان اوصل لمكان مناسب احط فيه الزرعه، ده انا ممكن احفر بالذبذبات، بتعمل زي ذبذبات كده وبتكست في العظم برضو جانبي، بحيث ان انا الاقي مكان ادخل فيه زرعه بس مكان قوي، لان انا لو سبت العظم بالوضع بتاعه زي السفنجه دي برضو مشكله. انا عندي الجهاز اللي يحل المشكله دي، عندي الانسترومنتس او التولز اللي تحل المشكله دي. فهو شطاره الدكتور طبعا مع البروفيشناليتي التولز، عنده امكانيات ولا لا. هو ممكن يبقى دكتور شاطر جدا بس ما عندوش امكانيه، ما يجيبلكش النتيجه اللي انت نفسك توصل في لها. في عيان مؤهل للزراعه وعيان غير مؤهل للزراعه؟ معنى ولا كل الناس ممكن تبقى مؤهله؟ بص، اللي غير مؤهل للزراعه اللي هو مدخن بشراهه جدا وما عندوش اي استعداد ان هو يوقف كم يوم او كم اسبوع، اللي هو مش مهتم بنظافه اسنانه نهائيا لدرجه ان انت حاسس ان انت بتحط الحاجه في مكان مش هيكون مؤهل ان يحصل عليه التئام جيد للجرح، او الناس اللي تحت العلاج الكيماوي او الاشعاعي مرضى الكانسر، دول مش هينفع ان احنا نتعامل معاهم الى ان يجد جديد. يا المدخن يبطل، يا اما يبدا يعني هو يحافظ على صحه الفم، يا اما نخلص الجلسات بتاعه الكيماوي والاشعاعي بست شهور. المشاكل اللي بتسيب اللثه ايه؟ انت مشاكل كتير قوي، بس معظم المشاكل بتاعه اللثه الكنترول بتاعها هو انك تعمل تشيك عند الدكتور وتروح لدكتور الاسنان مره في السنه، بليز اقل حاجه. الناس اقل كانك رحت صيف مره في السنه. صيف ايه ده؟ في ناس بتروح تصيف ثلاث مرات. انا ما اعرفش ثلاث مرات. انا ما اعرفش حكايه التصيف. انا اتولدت من لغايه النهارده صيف مره في السنه. ايه مره في السنه؟ مين ده مره في السنه؟ ده الكلاسيك كان زمان. ايوه بقالي 15 سنه بصيف مره كل 3 سنين. لا بس قليل برضو. او كل سنتين. وصيف ايه؟ هما 3 4 5 ايام، 5 ايام او 4 ايام بس. عشان حضرتك بس يعني بس دكتور ايمن، لكن هو الناس بتسافر مره في السنه. ماشي، ما 4 ايام في السنه كلها. في السنه كلها الناس بقى، في ناس اعرفهم كل اسبوع 3 شهور في السنه حضرتك. اه قاعدين من شهر 6 ل 9 خبط كده على بعض. ما بيشتغلوش من 6 ل 9؟ انا بسمع والله الكلام ده. نفسي اعرف ايه الشغلانه اللي الواحد ممكن يغيب فيها 3 شهور ده. نفسي اعرف الشغل ده ايه الجميل قوي ده. لا هو فعلا في ناس بتاخد الموضوع يعني ما شاء الله يعني براحتهم قوي. طب نرجع تاني المره في السنه نروح نعمل تشيك اب على اللثه، صح كده؟ بالظبط مره واحده. ليه بقى؟ لان مشاكل اللثه كلها بتيجي من الاهمال، وبيبقى صعبان عليا جدا ان يعني يبقى فيه الجير من كتره السنان اتلخلخت وقعت من مكانها او خلاص هتقع من ايه؟ من حاجه بسيطه قوي ان احنا ما شلناش الجير. حتى دايما العيان اقول له حاجه، ما رحتش الدكتور تشيل الجير قبل كده؟ لا رحت. من قد ايه؟ من 20 سنه. لا يا فندم ده ما اسمه ما رحتش. من 20 سنه ده خلاص، ده حاجه ما تنفعش خالص. انت حضرتك مره كل سنه. اي حد لو لقيت عنده ترسيب للجير عالي اقول له تعالى كل 3 شهور، تعالى كل 6 شهور. انا ببقى عارفه تقريب المده بتاعته اللي هو هيترسب فيها الجير قد ايه واقول له. بس للاسف الناس عندنا في اديوكيشن غريب قوي، ان هو ايه؟ انا مش هاجي غير لما اتعب. يعني انا اجي كده برجلي مختارا كده؟ لا انا مش هاجي مختارا، انا هاجي مجبرا. ازاي تتعامل بقى مع تلون اللثه؟ الليزر. تلون اللثه ليزر. احنا ممكن نعمل تبييض للليزر في نفس القعده، وده بيتعمل بدون بينج وفي دقائق، والجهاز دوت سوفت ليزر بنقدر ان احنا نقص بيه الاماكن اللي فيها مشاكل وفيها تلون. يعني مثلا حاجه زي كده، دي بنشرح بيها تقريبا احنا محتاجين نقص قد ايه في اللثه علشان ندي شكل تجميلي للاسنان مش تلون الاسنان. يعني محتاجين نرسم
فاحنا بنحط نقط وبنرسم النقط دي نوصلها ببعضها، ندي طول طبيعي للاسنان علشان لما نيجي نعمل تجميل للاسنان يظهر قيمه التجميل، يظهر ان الشكل اللي احنا عملناه ده حلو. لكن ما ينفعش تعمل تجميل على اسنان قصيره او مختفيه تحت اللثه الورمه فوقها، ما تنفعش خالص. تاكل اللثه دي ليه؟ بس مشاكل اللثه معظمها اهمال. مش اللثه يعني نادرا ما تتاكل نتيجه مرض جيني او بكتيريا او حاجه كده قدريه، موجوده بس قليله. عاده امراض اللثه كلها بتيجي من الاهمال، وبتيجي من ان احنا عندنا اعراض، وهتلاقي ناس كتير قوي وانا بتكلم هتصدق على كلامي. اللثه بتنزل دم، ما حدش بيقدر يغسلها بالفرشه والمعجون، في ريحه طالعه منها مش كويسه. هتلاقي ناس كتير باللي بتسمعني دلوقتي تقولك اه انا ده، في ناس بتوصل انها تقولي مش قادره احط صباعي على اللثه من كتر ما هي بتنزل دم. فدي على طول بدايه لاعراض ان اللثه دي فيها مشكله. نعمل احنا ايه بقى؟ لا ما ناخدش ادويه، لا نروح للدكتور يقول لنا المشكله ديت هنحلها ازاي وهي جايه منين، علشان نوقف اللاين بتاع الدم دوت ونوقف القصه ديت خالص. كيف تقيمي، كيف تري الابتسامه اللثويه؟ هل الناس بقى عندها وعي في اصلاح الابتسامه اللثويه ولا لسه برضو؟ انا كنت بشوف ناس عندها ابتسامه لثويه ومش دريانه. في ناس فعلا ما بتبقاش واخده بالها. يعني كتير يبقى جاي مثلا تقول لك انا عايز ابيض اسناني، انا عايزه ادي شكل حلو، ولما هي تبتسم تلاقي ان في مثلا سنتي ونص من اللثه باين. يا جماعه لا، ده موضوع تاني خالص، ده حاجه بنتكلم في ابتسامه لثويه مش بنتكلم في تبييض. اول ما تحل لها مشكله الابتسامه اللثويه هتلاقي الدنيا بقت حلوه. طيب نروح بقى للتقويم. ليه اخرت التقويم شويه للاخر؟ ولا حاجه، بس هو الناس كلها يعني زي ما القعده بتيجي، بس هو الناس كلها عاده بتهتم بالزراعه وبالتجميل اكتر حاجه. وعلى فكره طب ما هو التقويم جوه التجميل. يعني مين قال؟ يعني احيانا الشكل بتاع الاسنان وعدم التراص بتاعها ده بيدي منظر مش حلو خالص بالنسبه للمريض، وهو هيبقى عايز ان هو يرجع وضعها وشكلها الطبيعي، فدوت اسمه تجميل. ايه الاحدث دلوقتي في التقويم؟ الاحدث في التقويم هو ان انت بس هو المشكله اللي بتقابلني مع المرضى حاجه ان التشخيصات بتيجي غلط. بمعنى يعني مثلا لسه جالي حاله امبارح، حاله بروز شديد في الفك العلوي. يعني اسنان البنت من كتر ما هي طالعه لبره ممكن تحط صباعين ما بين الفك العلوي وما بين الفك السفلي. طيب الحاله دي ايه المشكله؟ اولا هي اتعالجت ازاي؟ اتعالجت بطرابيش 10 فوق و10 تحت، 20 طربوش. والبنت جايه بتقول انا برضو اسناني ما دخلتش لجوه، اعمل ايه في المشكله دي؟ طبعا دي مشكله تشخيص، دي من الاول مش حاله تقويم ولا حاله طرابيش، دي حاله لازم على طول تريفر جراحه. دي الاول لازم الفك يتعمل فيه جراحه والفك يرجع لورا وبعد كده تبتدي تجمل. فالمشكله اللي بتقابلني في التقويم ان بيجي لي العيان اوريدي مركب الجهاز، الحاله متشخصه غلط ويقول لي صلحي، فبتبقى الموضوع صعب. عارف بالظبط احنا بنبقى زي ايه؟ لما انا اجيب لك بدله متفصله والبدله ديت فيها ديفو او عايز تغير الديزاين بتاعها، واقول لك فك كل الخياطه وعيدها من الاول، ده اسهل ولا لما اجيب لك قماشه خالص من الاول واقول لك فصلها انت؟ اكيد القماشه وانا افصلها احسن لي بكتير، لكن التصليح على تشخيص خاطئ حقيقي هي ديت المشكله. فالاحدث الاحدث على الاطلاق ان انا اللي هشخص وانا اللي اقول لك النتيجه هتمشي ازاي، عشان انا المسؤول عن النتيجه. الفراغات هي يعني بعبع كتير من الناس طبعا، واعتقد ان هي يعني الداعي او بدايه الكوارث، بدايه النار الفراغات. طبعا الفراغات ديت مشكله وبتتعب العيان نفسيا جدا، وعلى فكره ست او راجل اللي عنده فراغات بيبقى متضايق منها جدا، وبتاثر خالص في الكلام، بتاثر خالص في النطق، بتاثر في الشكل. دايما اللي عنده فراغات تلاقيه يعني ممكن يبقى واحد عنده تراكم في الاسنان ومش متضايق قوي، لكن اللي عنده فراغات تلاقيه متضايق جدا. الفراغات ساعات بتبقى فراغات كبيره يعني. وعلى فكره لو كانت سنترال مثلا يعني. بالظبط بالظبط، خط النص. خط النص. وفي برضه معلومه الناس ما بتبقاش واخده بالها منها، الفراغ دوت جه ليه؟ يعني دايما الناس بتفوت النقطه دي، يقول لك عالجي بس وخلاص. لا، مفيش حاجه اسمها عالجي وخلاص.
لو عرفت السبب انا ممكن امنع لك الريلابس بتاع الحاجه انها ما ترجعش تاني. في عندنا الوتر الشفوي، الوتر الشفوي ده اللي هو لما انت تشد الشفه بتاعتك كده لفوق بتلاقي زي وتر نازل كده. الوتر دوت مع معظم الحالات بتاعه الفلق او الفراغات اللي في خط النص بيبقى هو السبب فيها، لانه بيبقى متوصل باللسه اللي ما بين السنتين، كل ما تتكلم او تضحك الوتر ده يفضل رايح راجع كده، فيقوم مفتح المسافه ما بين الاسنان. فمهما عملت، عملت فينيرز، عملت واتفر، عملت تقويم، هترجع تاني طالما الوتر دوت هو السبب. ودايما اشرحها للعيان، لو انا دلوقتي حاطه ايدي كده وفي الم فوق ايدي كده بيوجعني، الصح ادهن في حوالين المكان اللي بيوجعني ولا انا اشيل الالم؟ الاوقع ان انا اشيل الالم، لكن هفضل كل العلاج بتاعي دهانات يبقى انا ما جبتش نتيجه خالص. الالم بتاعي ده اللي هو ايه؟ الوتر الشفوي. وانس ان الوتر الشفوي دوت اتشال خلاص انا اضمن لك النتيجه 100% انها ما ترجعش. لكن تعمل تقويم وتفضل رايح راجع وتكلف نفسك فلوس والوتر ده ما زال موجود يبقى انت ما عملتش حاجه. الفراغات بتتحل بايه؟ فينير ولا كراونز؟ كل حاله ولها تشخيصها. يعني في حالات انا هقول لك اه ديت هنعملها احنا بالتقويم، وفي حالات اقول لك لا دي ممكن تتقفل فينيرز نسيبنا موضوع التقويم. وفي حالات اقول لك اختار انت على حسب بقى ظروف السفر، على حسب حد مش مقيم في مصر اصلا، على حسب الوضع اللي موجود ايه. ايه اللي اكتر حاجه دلوقتي في العيادات ممكن تدعو الى الاستغراب من كلام المرضى؟ حاجه اللي مش هقول تنرفز بس يعني تخلي الواحد يعني دي موضه. ما هو بيتهيألي ان يعني في كل فتره كده عندكم في الاسنان بحس ان العيانين بيطلعوا بافكار معينه. الاكثر فكره واكثر موضه الاشعه البانوراما تغني عن المقطعي. دي دلوقتي ماشيه في دماغ الناس. اه لا لا دي ماشيه جامد قوي. هي كل شويه في حاجه جديده؟ اه يعني مثلا قبل كده كان اللي ماشي قوي التبييض، الناس كلها بتتكلم في التبييض. انا عايز اعمل تبييض بس. تبييض بس. كل فتره كده بتلاقي حاجه ماشيه، زي برضو الفينيرز الالوان المبالغ في البياض بتاعها حتى لو مش مناسبه. فترة. ده طلع فتره. برضو جت فتره. فاحنا بنبقى قاعدين زي بيكون يعني ايه موجه بتقوم داخله علينا كده، هتقوم انت ايه موجه بتقوم داخله علينا تبدا انت تعالج بقى في الموجه دي. بس اعتقد ان ثقافه الناس اهتمامها باسنانها عاليه جدا الفتره دي. اعتقد عاليه ريلاتيفلي. اعتقد انها عاليه بالمقارنه اللي قبل كده عاليه. يعني كم الناس اللي بيروحوا يهتموا باسنانهم بقى كبير؟ افضل من قبل كده. افضل من قبل كده، وبقت الناس برضو يعني ايه بتهتم، ان يعني الناس ابتدت تعي فكره التشخيص بتاعي غير التشخيص بتاع فلان. لكن اللي لسه الناس مش واعيه ليه قوي الخلط ما بين انا باخد اسبرين يبقى انا مريض سيوله، لا ده اسمه مريض لزوجه. العكس دي اللي لسه الناس بقى ما يعني اول ما بيدخل المريض ويلاقي الفايل مكتوب فيه سيوله على طول اعرف ان هو الزوجه. على طول السيوله. السيوله ده هو مرضين في الصفائح الدمويه اسمه بيربرا او اي تي بي، عن سيوله في الدم بشكل ما، والهيموفيليا. بالظبط. ودول قصه تانية خالص. خالص. دول حالات مرضيه. بالظبط. حالات مرضيه بيبقى فيها فرص النزيف اعلى. بالظبط. مش فرص التجلط اعلى. بالظبط كده. يعني والنزيف لما بيحصل ما بيوقفش. لا ما هو البربره والهيموفيليا اتشرحوا يعني في البطنه بقى. يرجعوا لهم في محاضرات البطنه هيلاقوهم موجودين الفرق بينهم بالتفصيل. انت نورتي. اول ما بيجي العيان مرسي كاتب لي سيوله بعرف. اخر حاجه بقى، اخر حاجه هقولها السكر التراكمي. يا ريت اي حد شاكك ان عنده سكر او عنده سكر يجيب لي سكر تراكمي، ما يقوليش كلمه انا كويس، لان كتير قوي اقول له طب السكر بتاعك كام؟ يقول لي زي الفل. ايوه اللي هو كام؟ قال لي يعني كويس. ايوه اللي هو لازم اسمع رقم، ما ينفعش كويس. ما لا ده لا ده في حاجات تجنن. ده في واحد كلمه كويس وانا زي يقول لك السكر التراكمي بتاعي 8 او 7.5، وحد قال له لا لا ماشي نفسك عادي انت ما عندكش سكر وهو 8 يعني. وبعدين الناس برضو مش بتدي السكر التراكمي حجمه، لا السكر التراكمي ده حقيقه يا جماعه جايد صح جدا للسكر، ما ينفعش. وكتير قوي يخلط يقول لك السكر التراكمي 150. لا يا فندم ده مش التراكمي، ده حاجه تانية خالص. انا عايزه السكر التراكمي دوت رقم ما بيزيدش عن 11 او 12 او 3، يعني على حسب الدنيا ديت ماشيه ازاي. بس انا عشان اشتغل في بقك واجيب نتائج حلوه وبالذات عمليات انا مش هعدي 7.5 دي، يبقى انا كده يعني واخده منك وعود رهيبه. لكن ما ينفعش تجيلي بسكر تراكمي 11 و12 وتقول لي اشتغلي، لا عادي. فلازم اسمع رقم السكر التراكمي.
طب اقول لك على حاجه يعني معلومه جديده. لانج بقى لانج. ده لانج يعني. قول لي المعلومه الجديده. هتعجبك جدا. اي مريض سكر ياخد المفروض لازم ياخد دواء للدهون للكوليسترول حتى لو الكوليسترول بتاعه طبيعي. صح صح. اذا كان انا بقنعهم ياخدوا دواء السكر تقول لي ياخدوا كوليسترول. انا بفهم. عجبتك المعلومه؟ عجبتني وحلوه. انا بعد كده انا بشتغل بطه بس بعد كده. نورتيني. ميرسي. اسعدتيني كالعاده. الحوار معك ممتع جدا النهارده. فسحنا فسح حلوه قوي ما بين التجميل وبعد الزراعه. الاول خدت وقت الزراعه وبعدين التجميل خد وقت. اللثه الفينير التقويم فراغات. عالم طب الاسنان عالم فيه الفن له باع كبير والتكنولوجيا لها ذراع قوي والفكر والتخطيط وصناعه الخطه العلاجيه ينبغي ان تكون من عقل مستنير. ينبغي مع هذه المنظومه كلها ان يكون العيان مطيع وان يسمع الكلام حتى لا يقع في المحظور في يوم لا ينفع فيه الندم عندما ينظر إلى فمه فيجد صحراء جرداء لا سن فيها ولا ناب. خليكوا دايما مع مصر. الدكتور هشام العزازي أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا جدا وموضوع الحقيقه واسع الانتشار شديد الاهميه. الالم احنا هنتكلم النهارده عن الم والم اسفل الظهر والم الظهر. يعني مين في مصر يا جماعه ظهره ما بيوجعوش؟ احنا بنعمل حاجات بظهرنا او بنعمل حاجات ممكن تضر الظهر كتير قوي منها الوزن الزياده. ده من اكتر الحاجات. حاجات تانيه بقى كتيره بقى. عد معايا. اولا وجدوا ان استخدامات الموبايل وطرق التكلم في الموبايل ممكن تضر الظهر جدا، خصوصا الناس بقى اللي بتميل تلاقيه قاعد بيتكلم في الموبايل عامل كده. مثلا هو بيشتغل وبيكتب وحط الموبايل. فيعني احنا ناس مفتريين في التعامل مع الموبايل. الحاجه الثانيه الغريبه جدا غسيل الاسنان وغسيل الصحون. الست اللي بتشتغل بالميل اللي قدام ده اثناء غسيل الاسنان لقوا انه مضر الظهر. وبرضه غسيل الصحون واللفه بتاعت ان انا بغسل وبنقل واشيل بقى حاجات كتيره طلعت مضره جدا للظهر. برضو تخزين ورفع الاشياء في البيت لقوا ان الستات بيعملوا زي اخونا دوت وغيره وغيره بيشيل حاجات يشيل كرسي مش عارف ايه يخزن بضايع. طبعا دي في منتهى الخطوره. الحته برضو اللي عجبتني قوي وضع الولاد الصغيرين جوه العربيه. الميل والتوطيه وحركه يعني برضو دي مش عارف لها حل. لانه انا لما الام او الاب يجي يدخل ابنه جوه العربيه هو بيوطي وبيميل وبيعمل حركه عايزه لياقه بدنيه وقوه عضليه خاصه جدا. فده ممكن يضر له ظهره جدا. وبرضو غسيل النوافذ بيضر لانه اكيد في حركه تحتاج توطيه وميل وبندنج وبتاع والكلام ده كله. في النهايه مش بس دول، ناس كتير قوي ظهرهم بيوجعهم. طيب عندهم ديسك، عندهم مشكله. في العالم دلوقتي علم مهم جدا بقاله سنين طويله موجود وفي مصر برضه وناس كتير ما تعرفش عنه حاجه اسمه علم علاج الالم. ده مهم قوي طبعا بعد التشخيص. نحن اطباء بيهمنا جدا التشخيص، لكن علم علاج الالم ده هنفهمه النهارده من واحد من رواد هذا العلم وواحد من الكبار على المستوى المصري والعربي والاقليمي. انا سعد جدا بحوار من طراز رفيع مع اسم كبير في علم كبير. علم علاج الألم ده علم خطير جدا ومهم للغاية ومتنوع للغاية. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور هشام العزازي أستاذ علاج الألم التداخلي بكلية الطب جامعة عين شمس، الاسم الكبير والرائد القدير لهذا المجال. أهلا بيك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بيك. كل الناس ظهرها بتوجعها، كثير من الناس. إحنا بنسيء استخدام ظهرنا صح؟ ده حضرتك بتقول مقدمة رائعة. ربنا يخليك. وأضيف عليها الجيم. بيجي لي ناس يعني شباب وبيلعب جيم وتلاقيه بيلعب الجيم غلط، مدرب مش فاهم يخليه يشيل اثقال غلط. دي بقت منتشره برضو. فطبعا الام الظهر دي والرقبه والموبايل، حضرتك قلت برضو الموبايل،
الحاجات دي مهمه جدا. انا ليا تجربه في الجيم دي لا انساها. لا انساها. اقول لحضرتك اللي بيحصل في الجيم ايه. رحت مره وانا يعني بلعب ملاكمه بس مش راجل كبير مش صغير في السن يعني. فروحت اتمرن في جيم من الجيم وجيم مشهور قوي. دخلت على جهاز رفع اثقال بيحط فيه الاثقال. فلقيت واحد هو اقل ما يتقال عليه ان هو ما بين البشر وما بين الكائنات الفضائيه، حاجه اطول مني وانا طويل ضخم وادي اربع مرات وكله عضلات يعني بطل يعني واضح ان ده بطل مصر او بطل العالم في كل حاجه يعني. داخل بتمرن على نفس الجهاز اللي انا بتمرن عليه وقال لي جمله لطيفه، قال لي يلا 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 بكباتن مع بعضينا. فانا طبعا ايه يعني انا برضو ايه الحمقه حط 500 حاجه كده وبدا هو يشيلها وقال لي يلا عاش ادخل في منتهى الخطوره. طبعا انا انا اتخورت وحبيت ان انا اشوف، قلت يمكن اعرف اشيلها، ما عرفتش احركها. قلت له عاش انت عاش وربنا انا جالي خليك لينا يا باشا. الشهر اللي فات طفل 15 سنه وعنده اكيوت ديسك، ديسك حاد 15 سنه والناس محوله دكتور مخ واعصاب، بعدين قال لك هعمل له عمليه ازاي ده 15 انفجار في الديسك يعني. انفجار في الديسك من الشيء الغلط. يعني برغم ان هو في السن ده يعني لسه الغضاريف المفروض ما يشتكيش من حاجه. ولا هو حاجه مهمه جدا، اعداد غلط، شيء غلط، موبايل غلط، نومه غلط، اسباب كتيره تخلي الديسك يظهر في الرقبه وفي الظهر. سؤالين مهمين قوي. التخصص علاج الالم التداخلي، هذا هو صحه العالم الان. السؤال الاول. السؤال الثاني، نوع معين من الالم مهم جدا هو الم العمود الفقري. انا عايز حضرتك تشرح لنا السؤال الاول والثاني. علاج الالم ده علم جديد نسبيا في الطب، كانوا كان زمان كل تخصص يعالج الالم بتاعه. دلوقتي لا، بقى الالم وبالذات الالام المزمنه بقى ليها دكتور مخصوص يعالجها. الالم بيتنقل عن طريق الاعصاب، فشغل علاج الالم التداخلي العمل على الاعصاب الملتهبه اللي فيها اللي بتنقل الوجع. بنعالج بقى الام العمود الفقري، الصداع، الام الحزام الناري، الام تانية كتيره جدا، الام الكانسر بانواعه، الام المفاصل. واشهرهم يعني اقدر اقول ان 50% 60% من مريدي او اللي بيروحوا لعيادات علاج الالم علاج عمود فقري، وبالاخص المنطقه القطنيه اللي هي اسفل الظهر. ازاي نشخص المشكله؟ هو اي الم يجي عند واحد في ظهره او في رقبته، الطبيعي انه يقول انا هعمل ايه، هعمل اخد مسكنات، يروح لاي صيدلي وياخد مسكن. يوم يومين ثلاثه وضع طال لازم يروح لدكتور. الدكتور بيبقى في اختبارات بيعملها يقدر يعرف والله انا يرفع رجليك، اختبارات بقى عديده يعني للوصول لسبب الالم ايه. اغلب الناس الالم بيبقى سبازم عادي في العضلات نتيجه قعده غلط، نتيجه سواقه. لكن الموضوع بيتطور. افشه في العضله، سبازم يعني افشه في العضله، سبازم في العضله، افشه في العضله. بعد كده تلاقي ان هو لا لازم نعمل بقى فحوصات، ده الالم مستمر مش قادر يروح. في تنميل، وصف الالم مهم جدا ومكانه، هل هو في ظهره بس ولا ظهره ورجليه. فيبتدي لما يروح لدكتور متخصص يبتدي يطلب منه اشعاعات. الاشعاعات اللي بنحبها جدا الاشعه العاديه، نمره واحد، نمره اتنين اشعه رنين مغناطيسي. رنين مغناطيسي مسته عن الاشعه السي تي او بنسميها الاشعه المقطعيه، انه بيبين لي الخلايا والانسجه الطريه مش العظم، فاقدر اشوف العمود الفقري، اقدر اشوف الغضروف لانه من الانسجه الطريه، اقدر اشوف الاعصاب وخروجها وخروجها من من الظهر، هل متداس عليها ولا لا بالتفصيل، فنقدر نكتشف المشكله. ولكن وهي عيان عمل رنين بقاله سنه ولا ممكن نعيده، ممكن نطلب تاني رنين تاني. اذا هي في الاخر نتيجه كومباينيشن او يعني اجتماع ما بين تشخيص اكلينيكي وتشخيص بالفحوصات واهمها الاشعه العاديه والرنين. ناتي للجزء المهم قوي بقى في حلقتنا النهارده. ايه اللي بيوفره علم علاج الالم من احدث الطرق في التعامل مع مشاكل؟ كان الاول اللي عنده الم في ظهره ما قدموش غير سكتين، ادويه ومسكنات وقلنا مشاكلها، او عمليه جراحيه. مش كل الحالات تنفع فيها عمليه جراحيه.
لإما عنده كذا ليفل كذا مستوى. يعني الفقرات القطنية دي لو بنتكلم عليها 5، فقرات العنقية 7. فإذا العيان اللي عنده 5 ليفل أو 5 مستوى ما هيعمل عملية فين ولا فين ولا فين. أو النوع التاني إن المريض المرض اللي عنده خفيف مش مستاهل إن أنا أفتح ظهره. إذا أنا أعرض مثلا زي الطفل اللي بقول لحضرتك 15 سنة ده، أفتح ظهره 15 سنة عشان أعمل له ديسك؟ يعني أي حد يمسك الجراح ده يقول له أنت بتعمل جريمة. الحاجة الثالثة الناحية المرضية الشديدة، يعني عنده القلب، عنده الضغط، عنده السكر، تخين قوي، مش قادر يستحمل عملية مفتوحة. ابتدى بقى يخش هنا علم علاج الألم. طب أنا أعالج الأعصاب، بتتعالج بجهاز اسمه التردد الحراري. الأعصاب دي ملتهبة، متداس عليها، منملة، مديه ألم في العيان. فبنعمل بإبر بدون فتح، ببنج موضعي زي بنج الأسنان بالظبط. الإبرة توصل لحد العصب تحت جهاز أشعة أو جهاز سونار حسب بقى ما بنشتغل إزاي. والإبرة لما توصل للعصب بنشغل الجهاز، يبقى أنا الجهاز ده بيطلع ذبذبات راديو فريكوانسي، ذبذبات راديو بس ذبذبات معينة. الراديو ده تردد صوتي. تردد صوتي. يعني ده أحدث حاجة إن هو بيعالج العصب ويخليه ما ينقلش ألم. وفي منه أنواع، نفس الجهاز بيطلع نوعين، تو مودز أو تو أو نوعين مختلفين من الأكشن. ده اشتغلنا على العصب. طب والغضروف نفسه اللي ضاغط ده، لا ده ممكن بقى نشتغل عليه بإبرة برضو بدون فتح، ووصل للغضروف بالإبرة والمريض يبقى قاعد صاحي ونايم على وشه معايا لمدة نص ساعة، ساعة إلا ربع. والإبرة لما توصل للغضروف في جهاز اللي هو الكوبليشن ده ياكل قلب الغضروف بدون فتح. يبقى أنا بدل ما كنت بفتح وأوصل للغضروف بآلات وقعد العيان فترة نقاهة وعملية ووقت طويل، لا يعني أنا ما أخش بالإبرة. الإبرة يمكن حضرتك شايف دلوقتي الإبرة داخلة جوه الغضروف و الجهاز بياكل قلب الغضروف اللي هو المنطقه اللي هي بسميها قلب الغضروف، اللي هي بتضغط على العصب اللي نازل على رجليه. العمليه دي كلها تستغرق 45 دقيقه، لو كان كذا ليفل نقول ساعه. كذا ليفل يعني اكتر من ديسك. اكتر من مستوى، اكتر من ديسك. العين يخرج من اوضه العمليات اللي هي ساعه قعدها معايا وهو صاحي. وساعات بنشغل اغاني، دي حقيقه، شغل اغاني ام كلثوم بتاع بقى العيان. في وقت العمليات ما بتبقاش معروفه. انا البروتوكول بتاع اوضه نبدا الاول جزء القران في الاول. وبعدين بعد ما نخلص الوتر بتاعنا الواجب بتاعنا عايزين ندخل لا فيروز لا ام كلثوم. بتشيل التوتر من العين جدا، محدش بس كله مش لا فيروز لا ام كلثوم. وبعدين بالظبط كده. وبعدين العين يقول لي هو انت بتعمل ايه؟ اقول له انت حاسس بوجع؟ يقول لي لا خالص. بعد ما العمليه بتخلص ال 45 دقيقه دول يطلع على اوضته يلبس هدومه ويمشي. يعني حتى ما فيش قعد في المستشفى اكتر من نص ساعه، ساعه تانية بعد الاجراء ده. فهو طبعا تطور رهيب في العلم، ان ما بقاش الموضوع ان انا لا ده انا لازم افتح ظهره غرز وجراحه. اذا البنج الموضعي سمح لنا ان ندخل انواع عديده من المرضى، المرضى الأوبيز التخان جدا، المرضى اللي عندهم القلب والضغط والسكر والامراض الثانيه الثانويه اللي داخله مع العمود الفقري، فما يستحملش بنج كلي. لا ده هنا الموضوع سهل، اقدر اقعده معايا في المستشفى كلها على بعضها نص ساعه بعد العمليه. طب ما ده حاجه جميله. تاني يوم يمارس حياته الطبيعيه، والتحسن في خلال الاسبوعين الثلاثه اللي بعد العمليه. فالعيان يبقى مش مصدق ان هو عمل عمليه. وفعلا العيان اللي بتنفع له الحكايه دي تلاقيه على طول بعد وهو جاي في المتابعه جاي معاه عيان تاني. يعني دي بتبقى ظاهره جدا، يقول لك لان انا رحت فلان وقال لي هعمل لك عمليه. بعض بقى العيانين للامانه العلميه يجي ونكشف عليه اقول له لا انت لازم يتشال الغضروف جراحه. مش كله، انت عديت مرحله، عديت مرحله الاولانيه، لا لازم جراحه. ففي ناس يتشال لهم بالكوبليشن، في ناس بالجراحه، ولكن اللي في الجراحه دول نسبه اقل. وتنفع عنقي وينفع قطني، يعني ينفع في الرقبه لو غضروف في الرقبه، وينفع في الغضروف بنفس الوسيله ونفس الطريقه. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره استاذ الدكتور هشام العزازي، استاذ علاج الالم بكليه الطب التداخلي بكليه الطب جامعه عين شمس، الرائد القدير لهذا المجال. يبقى لنا حوارات كثيره أكيد. جدا ومتنوعه، لانكم يعني الفيلد بتاعكم ده انتوا بتتدخلوا في حاجات كثيره قوي. يعني هنتكلم على صداع النصفي اكيد، هنتكلم على مشاكل
الالم بتاع العضلات ده موال تاني خالص، العقد العضليه وموالها وموال اخره. العصب الخامس، العصب الخامس وخصوصا في الشتاء. العصب يا باشا الشتاء ده مش بيضرب خامس وسابع. العياده بتشتغل على العصب الخامس في الشتاء اكتر من الصيف طبعا. طبعا لا، والشتاء ده بس خامس وسابع واعتقد سادس. هتجيب لنا حول الشتاء فظيع. الشتاء فظيع. دكتور هشام انا اتشرفت بيك، شرف لينا. خليكم دايما على السلامه. اكتشفوا ان احنا اصلا من اكتر الحاجات اللي نحكم بيها على الناس هي ابتسامتها. اهم حاجه في التجميل الخبره. الخبره اللسه دي برواز الابتسامه. فكره انها مش باين انها معموله هي دي فكره التجميل الحقيقي. بعض المشاهير صنعوا ابتسامات نستطيع ان نقول عليها كارثيه. لا ادعي ان ده شغل واحد، ما ينفعش، شغل مؤسسه. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، مدرب معتمد بالجمعيه الدوليه للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعه الاسنان جامعه نيويورك. أهلا بكم. علم تجميل الأسنان يا جماعة مش علم سهل، وإن كان في ناس كتير اتصرفت في الفترة الأخيرة على إنه علم سهل. ناس كتير أقصد بيهم ناس مش متخصصين، ناس قالك أوكي أنا يعني هو التجميل ده هي كيمياء. هي كيمياء دي على فكرة بقت يعني جملة تاريخية في عصرنا الحديث. أي حد مش متخصص في حاجة يقولك ماشي يعني نألف كده، نتفرج عليها فيديو، نتعلم شوية، نروح ناخد فيها محاضرتين، مش عارف ايه. مفيش خبره، مفيش وقت طويل، مفيش حياه سنين انا اقدر اقدمها مقابل جايزه اسمها ان انا ابقى عندي هذه الاكسبيرينس وهذه القدرات وهذه الخبره اللي تمكنني ان انا اقول ان انا بعرف اعمل تجميل اسنان. تجميل الاسنان ليه اتظلم؟ ليه في ناس بتتهور وبعدين تظهر أو تظهر بابتسامة بعد ما راحت عملت تجميل أسنان؟ الابتسامة دي تدي انطباع لكل اللي حواليهم إن لو هو ده التجميل أنا مش عايز أعمله. لو هو لو كده أنت كده مجمل أسنانك، لا 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 مش هروح، مش هاجي. اللي يبقى إذن تجميل الأسنان ده قضية خاسرة. إذا كان أنت كنجم أو حد مشهور لما رحت عملت تجميل لأسنانك طلع بالشكل ده، القضية صوت وصور، صوت وصور. عندنا هنا في الناس الحلوة، وأعتقد إنه ضيفي يستطيع أن يجاوب أو يشرح لنا هذه الصورة بصوت جهوري جدا. جهوري لأن أنا هطلب منه مواجهة المجرم بإجرامه والأسود بسواده والوهم بأوهامه. إمتى يكون هذا الوهم موجود؟ أكيد هيبان في حوارنا اليوم مع ضيفي العزيز. هو أول من تحدث عن تجميل الأسنان هنا يعني في مؤسسة الدكتور والناس الحلوة، أول من تحدث عن تفاصيل دقيقة في توصيفات الأشياء زي القشرة التجميلية وتجميل اللثة، ضيف العزيز الدكتور نور الدين مصطفى. أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور. التهور بيعور؟ طبعا بيعور. وفي مثل عندنا في المناطق الشعبية بيقول التعوير في الوش مفهوش معلش، والتعوير في السنان مفهوش معلش. ما هو السنان فين؟ في الوش. ده دي في السنان. في الوش. السنان أول حاجة بتبان منك لما بتيجي تضحك. اول انطباع بيتاخد عنك هي اسنانك. اول حاجه، اول ابتسامه، اول ما بتبتسم بيبدا اول حاجه تبان اسنان. الاسنان دي لو شكلها حلو بتبدا تاخد انطباعات كويسه عند الناس، شكلها مش كويس بتبدا تاخد انطباعات نيجاتيف او سيئه من الناس. وده كلام علمي، ده مش كلام بنقوله يعني في قاعده، لا. في الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان عملت سيرفي او عملت زي استطلاع، اكتشفوا ان احنا اصلا من اكتر الحاجات اللي بنحكم بيها على الناس هي ابتسامتها. حتى في مجال العمل لو انت بتعمل اختبار لواحد هتلاقي ان وانت بتحكم عليه تلاقي ابتسامته بتفرق معاك. لو عندك ناس عندها نفس الكواليفيكيشن بتبدا تحكم عليه من المظهر وتختار احسن واحد، يعني لو هم مع نفس الكواليفيكيشن بتبدا تختار اقربهم انت حسيت ان هو مناسب. مناسب ازاي؟ عقلك الباطن بياخد انطباعات من حاجات معينه، صحته، شكله، نظافته. الاسنان
مهمة جدا 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 في الحكم على الناس. عنوان الحلقة اليوم الصراحة المطلقة والمواجهة الجريئة جدا لكل خاطئ وكل مجرم وكل أسود. انت عارفني انا وانا عارف. جاهز؟ جاهز جدا. ابيض واسود، واسود ورمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ المشاهير هم من جذبوا النجوم، هم من جذبوا الناس الى تجميل الاسنان، ولكن نقف امام كلمه ولكن كثيرا جدا. بعض المشاهير صنعوا ابتسامات نستطيع ان نقول عليها كارثيه. ابيض اسود ام رمادي؟ ابيض. ايه اللي حصل؟ هي الاول احنا هنقول كلمه هوليوود سمايل او اللي هي من تجميل الاسنان، هو نصب ليه الهوليوود؟ لان معظم نجوم هوليوود السينما الامريكيه كانوا بيعملوا تجميل اسنان، تمام؟ طيب حضرتك لو بصيت على واحد زي توم كروز عامل اسنانه، انا هفترض ان هو يعني انت بتتفرج على الافلام بتاعته، عمرك عرفت ان هو عامل اسنانه؟ لا. تتخيل ان هو عامل اسنانه؟ لا. انا جبت لكم قبل كده صور زمان شكل اسنان توم كروز الحقيقيه زمان كانت عامله ازاي وبعد التجميل. هلاحظ حاجه، الدكتور العظيم اللي عمل التجميل ما قررش ان هو يعمل له حاجه مش طبيعيه. ليه؟ لان هو بيتعامل طبقا لمعايير تجميليه سليمه. عمل سمايل اناليسيز، عمل سمايل ديزاين، الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها طول عمرنا، وعمل له حاجه مناسبه، حاجه مناسبه يبقى اسنانه شكلها حلو، لكن ما تبقاش قد ما بصش عليها اعرفها. هات كل الافلام بتاعت توم كروز هتلاقيه اسنانه شكلها عادي جدا وشكلها جميل، بس مش باين انها معموله. فكره انها مش باين انها معموله هي دي فكره التجميل الحقيقيه. فكره التجميل الحقيقيه ان حضرتك اسنانك تبقى هوموجينس معاك، تبقى متناغمه ومتناسقه مع شكلك، مش ان انا شايف اسنان وراها بني ادم. وده اللي بدانا حلوه دي. آه خلاص بقى. لا لا يعني في سلمت يو على التعبير بتاعك ده تعبير يكتب في الكتب طبعا. تعبير انه اخطر ما يمكن في تجميل اسنان انت تصنع في الاخر حاجه اسمها اسنان ورها وخلفها بني ادم انسان. انت بقيت خلفيه، انت حضرتك كبني ادم بقيت خلفيه، المفروض الابتسامه السليمه تبقى خلفيه ليك. يعني انا بكلم حضرتك باصص في عينيك ابتسامتك خلفيه مش واخده عيني. عشان يفضل في اي كونتاكت، يفضل في اتصال بين عيني وعينك واحنا بنتكلم، وده الطبيعي بين البني ادمين. تواصل بين البني ادمين حضرتك لو احنا ما بنتكلمش، لو احنا بنتكلم مع بعض ومفيش تواصل بعينينا، لو انت مغمض عينك ممكن تفهم كلامي غلط عشان تبقى فاهم. لازم يبقى في تواصل في العين، لان العين بتدي انطباع. نفس الكلمه اللي انا بقولها لك بحركه بعيني او بجتشر معين بجسمي وبانطباع بعينيا بتديك انطباع ان الكلمه دي معناها كويس، ونفس الكلمه بتعبيرات تانيه تديك ان الكلمه دي معناها مش كويس، هي نفس الكلمه. فالتواصل بالعين مهم جدا. طيب لما نقطع التواصل بالعين ده بقى اسنان. التواصل بالعين في حدث رياضي مشهور، يعني حد يعني مدرب كبير عمل خلى مصر كلها تتكلم على نظرة عين. تواصل سيء. يعني نظرة عين بالظبط تفرق بحرفنه تفرق دي زي ولا كانها جون بيتحط بالرجل بالظبط تفرق جدا. فبالتالي اي حد بيعمل تجميل اسنان في العالم وقرر ان هو يشيل من البني ادم الهيومن بينج بتاعه او الخصائص بتاعت البني ادمين يبقى هو انا عمل كارثه. وده اللي بدا يحصل. انا يعني حد يعني في من فتره كان في نجم معين كنا في مكان ما فاسنانه ما كانتش معموله، فبيقول لي ايه رايك فقلت له لا انت هتحتاج تعمل، بس لو هتحتاج تعمل وهنا النقطه اللي عملت المشكله. قلت له لو انت محتاج تعمل في اجراءات معينه لازم تتعمل علشان توصل من الشكل ده للشكل السليم. الاجراءات دي فيها نحت بطريقه معينه، فيها شغل وديزاين وحاجات كده. سمع كلام حد تاني، لا 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 تعالى النهارده وهخلصك النهارده وهتمشي النهارده مبسوط، وراح عمل سنانه النهارده. هتشوفه في رمضان حلقات اسنان حصان، ابتسامه حصان. ايه يعني؟ انت كان عندك سن بروز خفيف في الاسنان، تركب عليهم من غير ما تشيل الكميه الكافيه بقى عندك بروز اكتر. تختار لون غير مناسب لبياض عينيك ولبشرتك يديك بروتروجين اكتر. اذا فانت عشان خاطر ما سمعتش الكلام الطبي المتخصص حصلت على نتيجه زي ما انت حكيت ايه كارثيه. المشكله بقى في ايه؟ المشكله ان المفروض زي ما قلنا هوليوود سمايل بره النجوم بيعملوها ما بيتعرفش ان هم عاملينها لانها معموله صح. هنا بقى عندنا موضه بقى وحشه قوي، اي حد بيعمل من النجوم
يبان بقى، يبان ان هو عامل وشكله مش طبيعي وشكله مش مظبوط، بدا يدي انطباع للناس عن ايه؟ ان التجميل ده حاجه مش كويسه. انا بص ده كان سؤال ودي كانت اجابه، هننقل المتهم. خلصنا الحلقه. خلصنا الحلقه. المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ من ينشر التلوث البصري من خلال التشيك للتيس؟ تمام. ده نفس ال... جاني. ده مش جاني بس، ده يتعدم ان شاء الله. هرجع بقى للجزء بقى المهم عشان نتكلم في الجزء ده. هنعرض صور شكل الاسنان الطبيعيه وتعاملها مع الاضاءه. ليه؟ عشان نفهم الناس ان الاسنان دي شيء مش مصمت، وان عينينا مدربه كويس جدا انها تشوف السنه الطبيعيه وتقرر ان كانت طبيعيه ولا مش طبيعيه. طيب احنا ربنا خالق الاسنان عندنا رقم واحد في الاضاءه. بص حك ركز، هتلاقي السنه مش مصمته، السنه دي طبقات. تمام. في طبقه شفافه بتبان قوي في حرف السنه دي، طبعا بعد تعريضها لاضاءه معينه، يعني بنبدا نعرض السنه لاضاءه معينه هتشوف حرف السنه، شايف الهالو شيب اللي حوالين السنه، تلاقي جزء شفاف وجواه طبقه الدنتين وجواها لون ريتش اكتر، ده الشكل الطبيعي للسنان. هنا برضو جايبين برضو شكل الاسنان تحت الاضاءه، شايف حروف السنه عامله ازاي، شايف فيها جزء شفاف ازاي، شكلها حي، سنه شكلها حي. تمام. طول ما انا بعمل اسنان في التجميل ما فيهاش الكلام ده، يبقى انا ببعد عن الواقع وبعمل تشيك ليستيس وبعمل حاجات كتير. دي اسنان معموله. تمام. مش معنى ان انا بعمل اسنان بيضه يبقى احرمها من التفاصيل. انت ممكن يكون بدا عينيك يناسب ان انا اعمل لك اللون ده، يبقى اعمل لك اللون الابيض ده. بس هيك راح ركز جدا في شكل الاسنان، هتلاقي شكل السنه فيه التعريجه اللي ربنا خالقها. السنه اللي ربنا خالقها فيها حاجه اسمها جروف ولوب، تحس ان فيها حرف جوه السنه زي شرخ خفيف كده، لازم تعمله. لو ما عملتوش وما عملتش الانسايز الايدج او الحرف بتاع السنه في سنه ترانسليوسنت او سنه شفافيه، يبقى انت بتقول للعين انا عامل سنان. بص حضرتك انا شكل السنه الحرف بتاعها رفيع جدا، وده كان الدعاء. يجي حد يقول لك ايه، انا رحت عملت فينير بقى عندي ضب. هي دي حضرتك عندها ضب؟ دي سنانها هي جوه شفايفها، يبقى ما عندهاش ضب. يبقى حضرتك اخترت دكتور غلط واخترت تكنيك غلط عشان يشتغل لك بيه. رحت قلت له انا عايز اعمل فينير وانت ما ينفعكش تعمل فينير، او رحت قلت له انا عايز اعمل دي الخطه العلاجيه بالظبط، القرار نفسه الاناليسز اللي احنا قعدنا نحكي فيه سنين ما بتعملوش ليه يا دكتور؟ القرار غلط. ما هو ليه قرار غلط؟ عشان حد اللي اتخذ القرار نفسه ليه؟ عشان ما عملش تحليل ابتسامه زي ما قلنا، عشان ما قراش ايه هم ال 21 كرايتيريا او ال 21 خاصيه للسمايل الاساسيه السليمه اللي ينفع نشتغل عليها. فاهم قصدي؟ فبالتالي هيطلع قرار غلط. حضرتك ما عندكش معلومات كافيه، يبقى بالتالي هتدي قرارات غير مناسبه. اروح انت كل سؤال بفقره. معلش. ما شاء الله. طب تعال نروح للوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ انا هكون صريح معك في السؤال الاول ده. لما انتوا بدات تتكلم عن تجميل الاسنان، بدات تستجلب او تجلب تكنولوجيا عاليه جدا زي السيريك وزي الكومبيم، بدات تصدر فكره واحنا بنتكلم، وعجبتني اول فكره وانا كنت معاك فيها قوي، فكره اليوم الواحد، فكره الفوري. هتيجي سيرك هقطع، هخلص لك، هتروح بسنانك. حلو. بس ده في ناس قلدته وطلعت كوارث طبعا، وفي حالات تانية قالت لك لا، طب ما هو انا رحت وجيت لك وانت قلت لي ما ينفعش في يوم واحد. بالظبط. ده لازم هتقعدوا معايا اسبوعين. بالظبط. فهنا ايه، فين الوهم وفين الشك وفين اليقين؟ ده سؤال كلاسيكي. طيب. بعيدا على الاختيارات كمان. طيب ايه يعني، اديني صياغه عشان اقول لك ايه الوهم فيها. يعني هل فوري ينفع نعمل فوري؟ لا، ده يقين نقدر نعمل فوري ونقدر نعمل تجميل في يوم واحد، ده يقين. كل الحالات مش كل، ما انا هسترسل. هسترسل. تمام. امتى ينفع حاله تيجي تعمل تجميل اسنان وتمشي في نفس اليوم؟ هقول لك الحاجات اللي ينفع نعمل فيها كده. رقم واحد، تكون الحاله ما عندهاش اي مشاكل في اللثه.
صفر ولا حتى التهاب ولا حتى محتاجه تشيل جير. يعني هتشيل جير يبقى ما ينفعش اشتغلها النهارده. ادي واحد. يبقى اللثه تكون ايه؟ سليمه 100%. الاسنان تكون مرصوصه رصه طبيعيه ومنتظمه. يعني ما تجيبليش واحد سنانه راكبه على بعض وتقولي نعملها النهارده، وهقول لك ليه ما ينفعش. تمام؟ واحد عنده سبيس زياده قوي او كبير قوي، ده برده ما ينفعش يتعمل في نفس اليوم. يعني معنى كده ان انا عايز، ان انا عايز اقول لك ان انا لو هعمل تجميل فوري في يوم واحد هي الحاله واحده، سنان منتظمه لسه كويسه جدا، لكن هو عايز يغير اللون بس. فبالتالي هعمل له قشره تجميليه فائقه الرقه. تمام؟ فده هيجي هنحضر 3.1 من الملي، هيتصور بالسلك وهتيجي القشره التجميليه فائقه الرقه دي تتلزق، لان مفيش اي اجراء تاني هعمله. طيب ممكن بقى نوقف على الصوره دي وبعديها الصوره اللي بعدين. الصوره دي حلوه قوي. الصورة دي مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن الصورة دي، دي مش تجميل قبل وبعد، دي تجميل بعد وتجميل بعد. يعني إيه؟ يعني الكيس دي أصلا معمول، يعني اللي تحت ده، ده تجميل. ده تجميل معمول في مركز يدعي إن هو مركز تجميل. زي ما احنا شايفين، فين التفاصيل؟ فين شكل الأسنان؟ فين فين أي حاجة تدل إن دي أسنان معمولة بتقنية أو بديزاين او فيها راعه اي واحد من ال21 كرايتيريا اللي احنا اتكلمنا فيهم في التجميل. ليه هيك كده؟ احنا مكبرين الصوره. شوف ان القشره التجميليه مش سمك واحد، عشان كده في اجزاء مشفوفه من السنه اللي تحتيها واجزاء لا. القشره التجميليه مش معموله جليس صح. القشره التجميليه غير واضحه المعالم. القشره التجميليه متسببه في تجمع لبواقي الاكل حوالين اللثه فعامله التهابات. تمام؟ كل ده اتشال، اتعمل خطه علاجيه، الاول لعلاج اللثه، بعديها لازاله القشره التجميليه اللي معموله، تحضير الاسنان بشكل مناسب. وبرده بشكر الفريق، الاساتذه اللي في الفريق الطبي بتاعنا، لان فريق طبي فيه استاذ دكتور علاج لثه، استاذ دكتور تركيبات، استاذ دكتور علاج عصب، كل التخصصات فيها اساتذه، عشان اقدر اوصل اتنقل من ديل دي. لا ادعي ان ده شغل واحد، ما ينفعش، شغل مؤسسه. المؤسسه دي هي اللي تقدر تطلع الشغل ده. الشغل ده معمول اهو، ادي شكل بنقول دكتور عمل الكلام ده، وده الشكل اللي لما تشتغل عند مؤسسه تطلع لك الشغل بالمنظر. قبل ما امشي، ايه الحاجه اللي تخليك تتحول الى الرجل الاخضر؟ قول لي حاجه واحده في سطر واحد. عارف الرجل الاخضر؟ شكله ستيس. دي بتحولك. بتجنني. بتجنني، اللي بحس ان تعب السنين اللي احنا تعبناه السنين اللي فاتت دي عشان نعرف الناس اهميه التجميل. في اتنين بيعملوا الجريمه دي، اللي بيعمل التجميل والدكتور اللي بينفذه، بيشوهوا علم وفن تجميل الاسنان. كل سنه طيب وحضرتك طيب، خليكوا دايما مع الناس الحلوه.